في حلقة الليلة من برنامج أكثر، احتجاجات في طرابلس على سوء الأوضاع المعيشية والأمنية ومطالبات بإسقاط الكيانات السياسية الحالية وإجراء انتخابات عامة. وفي الحلقة أيضا برنامج أكثر يوثق جرائم سطو مسلح حصلت في طرابلس بسبب الانفلات الأمني أثناء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الفترة القليلة الماضية. ونختم الحلقة بإدريس وأمه اللذين رميا في شوارع تونس التي ذهبا إليها للعلاج على حساب الدولة الليبية فتخلت الدولة عنهم. لا تذهب بعيدا، الحلقة تبدأ الآن حالا. أهلا بكم جميعا في أكثر. هذه عبرة للليبيين. مازال عندنا مقاطع فيديو تانية، مازال عندنا ناس تانية مجرمين. كل يوم حنوروكم المشاكل اللي صايرة في البلاد، وإن شاء الله ربي يكون في عوننا وإن شاء الله نكونوا موفقين. ولدي واصل مرحلة سيئة، وإن شاء الله ربي يحفظكم من الأمراض ومن الحوادث، وياريت كل ما نشوف حالة ولدي يساعدني. أنا طالبة المساعدة مش أكثر. السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بكل من يتابعنا الآن من داخل الوطن وخارجه، كما نرحب بمتابعينا عبر البث المباشر للحلقة الذي ينطلق في هذه اللحظات على صفحة قناة ليبيا روحها الوطن على الفيسبوك. مهتمون جدا بتفاعلكم مع الحلقة، وسنحاول نقل تعليقاتكم وتدويناتكم إلى السادة الضيوف. والبداية من العاصمة طرابلس، حيث شهدت عشية هذا اليوم خروج مظاهرات في عدة أماكن تطالب بإنهاء جميع المجالس والحكومات الحالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن. هذا وبث المتظاهرون عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا حية للمظاهرات في ميدان الجزائر وعدة شوارع رئيسة من العاصمة، رددوا خلالها شعارات عبرت عن احتجاجهم الشديد على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وطالبوا بتسليم البلد لمؤسسات نظامية موحدة. نتابع معا جزءا من هذه الاحتجاجات. الشعب يريد إسقاط السلطة، الشعب يريد إسقاط السلطة، الشعب يريد إسقاط السلطة، الشعب يريد إسقاط السلطة، الشعب يريد إسقاط السلطة. Yeah.
كانت لك هيا ياسر ياسر بالسلبية غيب يا 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 كانت لك هيا ياسر ياسر بالسلبية يا كتايب يا سرايا وجهنا شيء جدا نتابع هذا الموضوع. في الحقيقة معنا مجموعة من الضيوف، نبدأ بالسيد محمد البوعة مؤسس حراك صوت الشعب في طرابلس. وفي الحقيقة معنا مجموعة من الضيوف، إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب، المهدي عبد العاطي هو أيضا أحد أعضاء حراك صوت الشعب في طرابلس وآخرين. سيد محمد البوعة أهلا بك في برنامج أكثر. لو تضعنا بداية في الجو العام لهذه الاحتجاجات التي سجل خروجها في العاصمة طرابلس عشية هذا اليوم. طبعا أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بك أخي نبيل وغالب كل ضيوفك الكرام ومشاهدة الأعزاء. اليوم كانت وقفة جادة من الليبيين، حطوا يديهم في يد واحدة ووصلوا صوتهم بقوة للداخل والخارج إن احنا ملينا من هذا الانقسام ومن العبث السياسي، نبو نوصل لمرحلة الاستقرار، نبو نوصل لمرحلة الدستور والانتخابات، نبو نوصل لمرحلة نبنو دولة زي باقي دول العالم، وهي العنوان الرئيسي للمسيرة التي خرجت اليوم وهي نبو دولة. اليوم كانت حشود ما شاء الله خفيرة جدا، كلهم طالبوا بنفس المطالب وهي اسقاط هذه الأجسام الفاشلة التي لم تقدم لنا شيئا سوى زيادة الانقسام والمعاناة والأزمات، ونسرع في عملية نهاية المناخ لتقديم الدستور والانتخابات والتحول للدولة المدنية والاستقرار، واللي يوصل بالصندوق هو اللي يختار الليبيين، هو اللي يمشي لنا كلنا. هذه كانت من ناحية المطالب، كان معناها جو حماسي جدا ووصلوا الناس صوتهم وبقوة، كانت متكاتفين معناها بجميع التوجهات بجميع مختلفاتهم الليبيين بجميع انواع الابتسام الحاجة في شوارعنا وفي افكارنا. لكن اليوم حطينا ايدينا في ايدين بعضنا وبصوت واحد قلنا تسقط هذه الاجسام الباليه، نعم للتحول للدوله ومسيره الاستقرار. سيد محمد، هل انتم واثقون للغايه بان اجراء انتخابات عامه وإنهاء الكيانات السياسية الحالية سواء المجلس الرئاسي أو مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة سوف يحسن الأوضاع في البلد، أم سوف تعيد الانتخابات إنتاج كيانات سياسية مشابهة للتي موجودة في المشهد الليبي اليوم؟ أولا هذا يعتمد على جدية الشعب الليبي والحزم، يعني لو بيحط ايدين بعضه ويوقف وقفه جاده لليبيا، هذا المبدا الاول اللي نوصل به لدوله. ثاني شيء، احنا المشكله الرئيسيه في ليبيا هي الانقسام، هذا سبب مشكلتنا في ليبيا، احنا مقسومين على بعض، هذا شرعي هذا مش شرعي، هذا يدفع جهه هذا يدفع توجه، هذا الانقسام لازم نوقفه، باش نوقفه بالخيار الديمقراطي بالصندوق، نوصل لمرحله الصندوق، اعطونا دستور لو دستور ونزل المتشكلة ما رأيناش منها شيء، بس كيانات كيان في الشرق كيان في الغرب وعدة حكومات ما رأيناش منها شيء، لازمات تتكرر وتزيد يا أخي، لازمات أزمة ماء مرة دقيق مرة كل مرة تخرج علينا أزمة جديدة، لأن وصلنا حتى يعني الماء اللي هو أكثر شيء في الحياة موجود ما عادش لقيناه، وقفنا فيه صوبية في البنكات على حنفيات المياه في الجوامع،
يعني هل نقول بأن السبب الرئيسي لخروج المظاهرات والاحتجاجات على الأقل التي خرجت اليوم هي أسباب معيشية ليست أسبابا سياسية أو نحوه، فقط الأسباب المعيشية هي التي دفعتكم للخروج والتظاهر؟ احنا خرجنا في السابق في عدة مظاهرات ومسيرات للمطالبة بالإصلاحات والمطالبة بحقوق، هي حقوقنا المفروض تكون عندنا، احنا كهرباء وماء وضوء، هذا المفروض تكون موجودة عندنا، هذا احنا المفروض طموحاتنا لشيء أكبر من هيك، المفروض ما نفكروش في اللي أقل، المفروض نفكروا كيف نبني دولة قوية تعليم والصحة وكل شيء نحن موجود. هذا الشيء احنا اللي خلانا نطلع اليوم وليس له اي ابعاد شخصيه، هي مطلب الشعب بالكامل، احنا لقينا لا جدوى من كل مره نطلع ونطالب بحاجات هي المفروض تكون موجوده، احنا لازم ننهوا الانقسام هذا باي شكل كان، ولازم ندخلوا لبناء الدوله، لازم نبدا من جديد نوصل لمرحله البناء وننهوا الانقسام وحاله الفوضى اللي صايره هذه، واحنا قررنا ان هذا ما يصيرش الا بالخيار الديمقراطي اللي هو الصندوق، واللي يوصل بالصندوق هو اللي ينشئ اللي يبنيه. هذا احنا الحل اللي نشوفه فيه ممكن يسبب استقرار وينتج لمرحلة اكثر امنا وامانا وتتوفر فيها الاشياء للمواطن الليبي. وطبعا هذا كله زي ما قلت لك من الاول يعتمد على جدية كاملة لوقفة الشعب الليبي. تربطون تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية والحياة العامة في ليبيا بالانقسام السياسي والمؤسسات الذي حصل في البلد منذ عام 2014، لكن برأيكم أنتم كمحتجين وكرؤساء وأعضاء في حراك صوت الشعب في ليبيا، تحملون مسؤولية هذا الانقسام على من؟ سبب الانقسام هم المسؤولين، هم اللي شادين الكيانات، أصحاب الكيانات هذه، أصحاب الكراسي اللي نسون احنا ونسوا أزماتنا ويتفرعوا الكراسي، موفرون لنا شيء، الأزمات هذه كلنا نعرفها خلاص، الأمس بتنتهي، كل مرة تنقص علينا حاجة نقول مال المية والغاز والكهرباء، فهي لمسة تنتهي، نقعد في الحالة أيام، نقعد ديما، احنا المقولة كثيرة اللي قلناها اليوم كثيرة، نبغوا دولة زي باقي شعوب العالم، متوفرة بها الحاجات هي ونطح البناء والأعمار والتطوير، نشوف اللي قدام يصيرنا احنا، معناها حتى كان نحكي عن فئة شبابية اللي من عمري معناها مشت سنوات عديدة من العمر للأسف معناها ما قدمنا فيها شيء ولا خدمة، قعدنا نحلم بالمستقبل مجهول، مستقبل مظلم، مش عارفين أمتى النهاية، هل بتصير منها ليبيا؟ هل بنقعدوا هيك عمرنا كله؟ لازم احنا نوقف، هذا احنا سبب الصراحة مع الكراسي وهذا الامتثال لرأي الشعب بسبب ان سقوط الشعب، لكن ان شاء الله الشعب يوعى لأهميته ودوره في بناء الدولة، هو الشعب هو الفيصل، لا صوت يعلو فوق الشعب، هذا المنطق اللي انطلقنا منه، إن ما في شيء حيقدر يحله إلا الشعب. أتحول إلى النائب إسماعيل الشريف أحد أعضاء مجلس النواب. سيد إسماعيل أهلا بك في برنامج أكثر، ما موقفكم من هذه الاحتجاجات التي تنادي بإسقاطكم، بإسقاط مجلس النواب إلى جانب باقي الكيانات السياسية الموجودة حاليا في ليبيا؟ شكرا للأستاذ نبيل لقناتكم الموقرة ولضيوفكم الكرام ولمشاهدي قناتكم. في البداية أنا أحب أن أحيي الأخوة الأستاذ القائمين على هذه المظاهرة، وهذا ما نحتاجه اليوم، هو يجب أن يبرز صوت المواطن إلى الملا من خلال الميادين بهذه المظاهرات السلمية المنادية إلى تحسين الأوضاع وإلى إحداث التغييرات الجذرية التي من شأنها أن نتخطى بها على الأقل هذه الأزمات المتلاحقة التي والمستمرة التي أسهلت جسد الدولة وأسهلت حياة المواطن. بكل صدق وبكل مصداقية نحن وأنا شخصيا أرحب بهذه الأصوات التي تنادي بمرور التغيير، لكن أنا لا أرى أن التغيير أن يحدث فوضى أخرى عالمة في البلاد أو تزيد من تشكيل الأزمة الحالية، فقط
ما أود أن أقوله فإن الدعوة للانتخابات هذا هو مطلب شعبي من كل أبناء الشعب الليبي. ما أوصلنا إلى هذا الموقف هو تضخم الذات لدى القيادات السياسية في كل المؤسسات الموجودة الآن على الساحة أو في المجلس السياسي الليبي. تضخم هذه القيادات والمجلسية المفرطة التي جعلت من هذه الأجسام السياسية قد تكون أسيرة لقياداتها السياسية، وبالتالي لا نستطيع أن نجد حلول تركن إلى الجانب الديمقراطي أو الجانب التي تعبى فيه هذه المؤسسات بكل مصداقية. الآن ينبغي نعرى على إذن سيد إسماعيل، أنتم تعترفون بأن المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أو انتخابات عامة في ليبيا وإنهاء فترة حكم السلطات السياسية الحالية سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة أو المجلس الرئاسي، تعترفون بأنه مطلب عادل؟ إن كان هذا المطلب هو مطلب عادل ومطلب شعبي يعني من قبل شريحة واسعة من الشعب الليبي، ما الذي يعرقله؟ هل يعرقله مجلس النواب؟ هل تعرقله جهة أخرى؟ جميع الأجسام الموجودة على المثل السياسي الليبي هي لها نصيب من هذا من هذه العرقلة أو من عدم بمعنى عدم الإسراع أو عدم الوصول إلى نقطة نستطيع من خلالها توحيد كل مؤسسات الدولة التي نعيشها اليوم. أنا ما أود أن أقوله أن لابد من إيجاد قاعدة دستورية مثيلة ترتكز عليها هذه الانتخابات القادمة. هي هذه نقطة الخلاف أو النقطة التي لم نتوصل إليها الآن. أنا ما أراه العجز الكامل في مجلس النواب بعدم مقدرته الوصول إلى سن قانون الاستفتاء عن الدستور بوقت مبكر أدى إلى تراكم هذه المشكلة، وبالتالي إلى خروجها عن إطارها الطبيعي إلى أن تضخمت إلى هذا الحد. أنت تعلم منذ أكثر من سنة وشهرين تم استلام مشروع الدستور من هيئة التكوين أو هيئة صياغة الدستور في مجلس النواب، ولم يتم إصدار قانون الاستفتاء أو التعامل معها إلا في خلال الشهرين الماضيين، وهذه فترة طويلة جدا. النقطة الأخرى أيضا ما يتعلق بالمجلس الرئاسي، تدني مستوى الأداء في المجلس الرئاسي، أيضا مع عدم المقدرة على إدارة التوافق داخل المجلس الرئاسي، هي أيضا أو حالة التمانع الداخلي التي عاشها المجلس الرئاسي في فترة السنتين الماضيتين، أيضا أسهمت خلق أزمة أخرى هي أزمة في مستوى الخدمات وظروف الحياة والعيش والسبيل المواطن. لكن لو نفصل هذه النقطة أكثر سيد إسماعيل، يعني كيف أصبح المجلس الرئاسي الذي يفترض أنه الحل أصبح أزمة وطرفا ثالثا في تعقيد المشاكل والحياة اليومية للشارع الليبي؟ يعني برأيك متى بدأ المجلس الرئاسي في الفشل، وهو المجلس الذي حظي بدعم من الحكومات والمجتمع الدولي وأيضا ربما آمن به عدد من أعضاء مجلس النواب، لعلك واحدا منهم سيد إسماعيل؟ نعم، المجلس الرئاسي عاش مجموعة من المشاكل. جزء من المشاكل التي واجهت المجلس الرئاسي أن مجلس النواب تنكأ وتأخر في إعطاء الثقة لحكومته، وبالتالي بحث عن بديل آخر وهو التفويض، وهو الحكومة المفوضة، وهذه الحكومة المفوضة سوف لن تكون مثل الحكومة التي لها شرعيتها من خلال إعطائها الثقة من نعم. لكن هل الثقة فعلا هي واحدة من أسباب فشل المجلس الرئاسي سيد إسماعيل الشريف؟ لأننا رأينا المجلس الرئاسي بعد تأخر منحه الثقة من قبل مجلس النواب تجاوزها وبدأ بتفويض وزرائه وبدأوا العمل فعلا، فهل سبب فشل أو عجز المجلس الرئاسي هذه الثقة التي تتحدث عنها أم أسباب أخرى؟ هذا
هذا جزء، هذا جزء انا اتيك بالحديث. نعم. هذا جزء من المشكله الاخرى هي عدم وجود كفاءه في بعض الوزراء الذين تم اختيارهم عن طريق المحافظه او عن طريق ارضاء بعض المناطق او مراكز القوى الموجوده على الارض. هذا جانب اخر. الجانب الثاني عدم الاهتمام بموضوع الترتيبات الامنيه التي كانت هي في صلب الصراع السياسي. هي هذه الاساسيه التي اراها انها هي اسهمت في ضعف اداء المجلس الرئاسي وزياده الازمه. ايضا تاخر موضوع الجانب الاخر، لم يقدم مجلس النواب يعني التعاون في اعتماد ميزانيه حكومه الوفاق، فاصبحت بعض الاشهر الى منتصف السنه حتى لجأوا الى موضوع الترتيبات الماليه. نعم. كل هذه الاشياء هي انا اتحدث عن المجلس الذي ينتمي اليه والمجلس الاخر الذي لا ينتمي اليه. ماذا عن اسباب فشل مجلس النواب سيد اسماعيل الشريف؟ لان المحتجين والغالبيه العظمى من الشعب الليبي يرون بأن مجلس النواب هو مجلس فاشل مثله مثل المجلس الرئاسي وحتى المجلس الأعلى للدولة. ما أسباب فشلكم أنتم كسلطة تشريعية عليا في البلد؟ لا شيء نبيل، احنا يجب ان نقول كل شيء نضع كل شيء في السبب. حقيقي مجلس النواب عندما جاء في 2014 في اغسطس 2014 وجد عملية احترام كاملة في البلاد، البلد مشتعلة كلها حروب من الوطية إلى الجبل الغربي إلى طرابلس في المطار إلى منطقة السدرة في عملية الشروخ إلى كل هذه العمليات. ساعة جاء مجلس النواب ووجد البلد في حالة لهيب. أيضا حرب في بنغازي وأخرى في برما وأخرى في الكفرة وأخرى فيما بعد اشتعلت في أوباري. هذه الاشياء كلها يا نبيل انت تعلم جيدا والساده المشاهدين ان مجلس النواب كان متواجد في الشرق الليبي في مدينه صبرا التي احيي اهلها من خلال قناتكم. كان الموقف في اشد الصعوبه. علينا ان ندرس الموضوع. نعم، لكن قد يقول قائل الان سيد اسماعيل بانك تلتمس الاعذار لانفسكم لمجلس النواب. لا التمس اعذار. انا استاذ نبيل، انا اذا التمست اعذار لم اتحدث من بدايه حديثي عن الفشل الذي واجه مجلس النواب او الذي اداه او الذي قدمه مجلس النواب من خلال الاداء الضعيف في بعض المناحي. يعني تحدثت قبل هذه الكلمات الاخيره، تحدثت عن الفشل في عدم اصدار قانون الاستبداد بوقت مبكر، وبعد ان تجاوز الموضوع بعد سنه الشهرين تقريبا بدأ يناقش في هذا الموضوع. تحدثت عن تضخم الذات للسيادات السياسية الموجودة. أنا لا أنكر ذلك. لكن المجلس الذي يفشل في إدارة جلسة واحدة من جلساته، كيف يمكن أن يقنعنا بأنه يستطيع بنجاح إدارة دولة بكل ما فيها من تعقيدات وأزمات؟ يا سيد نبيل، هو المجلس النواب ما هو إلا انعكاس حقيقي للصراع اللي داير في ليبيا، الخلافات اللي دايره في ليبيا بالكامل. كل النواب هذول ينتمون الى مناطق والى مدن والى توجهات سياسيه الى اخره، لكن يبقى مجلس النواب له بعض النقاط الايجابيه التي لا داعي لذكرها الان. اذا ما عرفنا نذكر فقط الجوانب السلبيه، فعلينا ان نذكر الجوانب السلبيه ونترك الجوانب الايجابيه. لعل ان مجلس النواب لم يتمكن من تحقيق شيء من التواصل مع كل المناطق، وهذا كان مطلب اساسي وكان مطلب مهم. كنا نطلب من الرئاسه بان مجلس النواب يجب ان ينتقل الى اكثر من منطقه لتطمين الناس، لزراعة حتى جلسات تشاوريه في اكثر من منطقه. هذا لم يتم، وقعنا اكثر من ورقه في هذا الخصوص من عدد كبير من النواب يتجاوز 40 احيانا، ولم يتم حتى التواصل. تتحسس مسافر الناس من القرب. ايضا مجلس النواب لم تكن لديه لجنه سياسيه. احنا طالبنا حتى بتشكيل لجنه سياسيه تقريبا من 4 أو 5 شهور الى قدرة الرفض من مجلس النواب. احنا
نمارس السياسه بدون وجود لجنه سياسيه قد تدير هذا الامر او توجه الى حد ما بالاستعانه بمجموعه من المستشارين والخبراء. هذا جانب، انا اذا كان عرفني انا اتحدث عن الجانب هذا. اما ما يتعلق بالجانب الايجابي، هناك ايجابيات لا ينكرها احد، هو من كان غطاء سياسيا للجيش الليبي، كان مجلس النواب له الفضل في الغاء العزل السياسي، وبدليل انه وجود كثير من ما حسب عن النظام السابق وموجودين الان في حكومه النفاق، يعني وزير الخارجيه، وزير التخطيط، الى وزير الوصلات، الى مجموعه من الوزارات. طيب. ايضا كان التحدث هذه الميزانيات، لكن احنا الان علينا الان على حياه المواطن، ما يتعلق بحياه المواطن وما وصلت اليه البلاد اليوم من اجله. ما يتعلق بالمجلس الرئاسي ايضا تاخر في التحسينات او الاصلاحات الاقتصاديه التي اعلن عنها من خلال الاسبوع، من خلال تواجد المبعوث الاممي خلال الاسبوع الماضي. هذه الاصلاحات ينبغي ان تكون من قبل سنه ونصف تقريبا، تاخرت كثيرا، فبالتالي تراكمت هذه الاشياء، كما اخطا مجلس النواب في بعد ان يفوت الاوان يتخذ بعض قرارات قد تكون يفترض ان تكون هذه القرارات صائبه قبل سنه، فيها متاخرا بعد سنه. نفس الشيء حصل في المجلس الرئاسي، بعض الاشياء الاصلاحات قد تكون قبل سنه ممكن مفيده، الان تاخرت كثيرا حتى وصلت الحياه الى رمق المواطن والى حياه المواطن والى لقمه عيشه. فبالتالي نحن الان محتاجين الى قاعده دستوريه مثيلة نحتكم اليها لاجراء انتخابات رئاسيه وبرلمانيه، من خلال هذه القاعده الدستوريه تحدد صلاحيات كل المنتخبين من رئيس او اعضاء المجلس النواب، والعلاقه المتبادله بينهم، والمدد، وكل ما الى ذلك. طيب، ما الذي يؤخر او يمنع ايجاد هذه القاعده الدستوريه لغايه الان؟ رغم كل الاحتجاجات التي تخرج في الشارع الليبي، رغم كل الدعوات الشعبيه من شرائح واسعه من الليبيين تطالب باجرائها وابدالكم، ابدال السلطات الحاليه باخرى منتخبه، وانهاء جدل الشرعيه الذي بدا منذ 4 سنوات، ما الذي يؤخر ايجاد قاعده دستوريه يعني تنقلنا الى مرحله اخرى ولو كانت انتقاليه؟ هو انا اتلفت الحديث في تضخم القيادات السياسيه الموجوده، لعل احد ما المقصود بذلك؟ انا سمعت هذه الجمله منك، هل فصلتها اكثر؟ ما الذي تعنيه بتضخم القيادات السياسيه للمجالس الحاليه؟ نعم، تضخم الذات لدى القيادات السياسيه. تضخم الذات هو يعني بعض المؤسسات لا تستطيع ان تعبر بشكل ايجابي في الوقت المحدد وفي الزمن المحدد وباراده واضحه. فبالتالي ما قد تكون القيادات السياسيه الموجوده على الساحه الليبيه برمتها هي الغالبيه، فهي تختزل في المشهد. لعل من يطالب الان، لعل ان تعرف سيد نبيل، من طالب الان باجراء انتخابات رئاسيه وبرلمانيه بشكل سريع منهم من كان يقود احد هذه المؤسسات. لماذا عقل الاتفاق السياسي؟ ولماذا عرقل عدم قبوله بانتخاب محمد شكري كمحافظ بمصرفيه المركزي، والان يطالب بانتخابات؟ كان معرقلا والان اصبح ينادي بالانتخابات، لماذا؟ هذا السؤال الذي يطرح الان من كان يترأس احد المؤسسات التي نتحدث عنها اليوم. فبالتالي سببيه الامر واضح جدا، لا يحتاج الى استبيان، وانا لا اريد ان افصل اكثر، وانت بمهارتك وبقدرتك على الحوار وعلى النقاش لا تجيب. استاذ اسماعيل، يعني تقول تضخم القيادات السياسيه تضخم الذات. نعم، تضخم الذات عند القيادات السياسية، ومن ثم ربطت ذلك بأنها لا تعبر في الوقت المناسب عما يدور في الشارع الليبي، يعني وكأنك تتحدث بكلمات متقاطعة، لم نفهمك، ما الذي تقصده بتضخم ذات القيادات السياسية؟ هل تعني بأن القيادات السياسية سواء لمجلس النواب أو لباقي المجالس لا تريد التغيير، لا تريد يعني الخروج من المشهد مثل ما يطالب المحتجون؟ لا،
هكذا يكون الكلام واضحا سيد اسماعيل. لا انا اتحدث عن سير السنوات الماضيه، لا اتحدث عن هذا الموضوع، لا اوصلنا الى هذا، انا اتحدث الان لا اوصلنا. نعم انا اسالك بشكل يعني محدد، انت يعني تؤكد على ضروره اجراء انتخابات رئاسيه وبرلمانيه للخروج من المشهد او المازق الحالي، وتشدد انه يجب ان يكون هناك قاعده دستوريه تكفل يعني هذا الانتقال. طيب ما الذي يمنع وجود هذه القاعدة؟ أنا أسألك عن في اتجاه محدد، ما الذي يعرقل هذا الموضوع؟ ما يعرقل هذا الموضوع مثلا في مجلس النواب، إذا كان هو تعديل الأمن الدستوري لن نتحصل على العدد المناسب، لن نتحصل على العدد. الآن وفق ما هو موجود من خلال الانقسام اللي حاصل الآن، كان في تقارب خلال المده الماضيه بين مجلس الدوله ومجلس النواب، وارتاى البعض بان كتهيئه للانتخابات في مده 6 اشهر ينبغي ان نوحد مؤسسات الدوله التنفيذيه خاصه الحكومه، يعني يتم تشكيل حكومه وحده وطنيه موحده لمده 6 شهور وندخل في الانتخابات من خلال هذه الحكومه بالامكان ان نهيئ تهيئه كامله للانتخابات، لان الانتخابات تعرف استاذ نبيل اذا ما فشلنا في انتخابات قادمه سيكون في الطمع اكثر من ما هو الان. انت تعلم احيانا في خساره مباراه في كره القدم بين فريقين لا يدعم الخاسر للفايز، وتحصل كثير من المشاجرات، فيما بالك من يحضر انتخابات قد تحصل مشاكل اخرى. نحن الان نحتاج الى شيئين، الشيء الاول هو توحيد مؤسسات الدوله التنفيذيه كحكومه وحده وطنيه لتشرف على هذه الانتخابات بوقت مبكر ووقت سريع. قاعده دستوريه يجب ان تتفق عليها الاجسام السياسيه او حتى من خلال البعثه الامميه، من خلال ما يدعو اليه من خلال الخارطه الطريقه التي وضعها السيد دكتور سلامه في المؤتمر الوطني الجامع. يجب ان يتم تبني مخرجات هذا المؤتمر، ويجب ان تعد لائحة أو أجندة هذا المؤتمر إلى إنهاء هذه المرحلة الانتقالية البائسة التي أوصلت الوطن إلى هذه. ربما أستاذ إسماعيل يعني لو كان يستطيع مجلس النواب مع باقي السلطات الموازية أو التي تقاسمه السلطة يعني يستطيع تشكيل قوة مشتركة أو حكومة مشتركة بالأحرى، ولو لتأمين الانتخابات لمدة 6 أشهر من الآن مثل ما تفضلت بالقول، لما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة بالأساس. يعني عموما سوف أعود إليك سيد إسماعيل. أتحول إلى المهدي عبد العاطي، أحد أعضاء حركة صوت الشعب المشارك في احتجاجات العاصمة طرابلس هذا اليوم، والمطالبة بإنهاء الكيانات السياسية الحالية، المجالس 3، مجلس النواب الدولة والرئاسي، وضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، منددين كذلك بالوضع المعيشي والاقتصادي الصعب الذي تشهده العاصمة وكل مدن ومناطق ليبيا. سيد المهدي أهلا بك في برنامج أكثر. مقارنة هذه الاحتجاجات التي خرجت اليوم بالاحتجاجات التي كانت تخرج في العاصمة طرابلس الفترة الماضية وتحمل نفس الشعارات، نلاحظ بأن احتجاجات اليوم ذات أعداد أكبر، أليس كذلك؟ كيف تفسرون هذا الأمر؟ وهل فعلا هي احتجاجات حاشدة أكثر من الاحتجاجات السابقة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وبالسادة الضيوف وبالسادة المشاهدين، عذرا لأن صوتي فيه ضحى اليوم نتيجة خروج المظاهرة منذ الصباح من الساعة 10 صباحا إلى ممكن أكثر من بعد إلا بعد المغرب وإحنا في المظاهرة. الحقيقة مظاهرة اليوم تختلف عن باقي المظاهرات، وهذا الحراك يختلف، حراك صوت الشعب نادى بهذه المظاهرة في الأسبوع الماضي في بيان صدر عن الحراك قرأت عليه بنفسي. طبعا كانت المناداة لهذه المظاهرة من المشهد والواقع الذي يعيشه المواطن الليبي من المأساة والذل والمهانة التي أوصلنا إليها مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني. حقيقة الشعب الليبي الآن يعاني كل ومهانة لم يعانيها من قبل. حدثت مناداة ومناشدة لكل الليبيين في العاصمة طرابلس وغيرها من حراك صوت الشعب للخروج في هذه المظاهرة الحاشدة، وبالفعل
كانت مظاهرة شعبية لدرجة بأننا في حراك صوت الشعب لم نخرج لافتاتنا باسم الحراك، وجعلنا المظاهرة من كل الناس من كل من مختلف توجهاتهم ومن مختلف آرائهم يعبرون عن مشاعرهم ويعبرون عن معاناتهم الحقيقية داخل المظاهرة بكل أريحية وبكل جدية. مطالبين بالتغيير، بحقهم في التغيير. مش معقولة يا أستاذ نبيل، خلوني من الكلام المنمق اللي بنتكلم بلغتنا العربية الطبيعية اللي يفهمها يستمع إليها المواطن الليبي. معقولة مجلس النواب ليه 4 سنوات مش قادر يجتمع على تعديل لإعلان دستوري إلى هذه اللحظة؟ معقولة مجلس نواب ليبي عندهم ولاء وطني أو ينتمون إلى هذا الوطن مش قادرين يجتمعوا ويعتمدوا قانون انتخابات؟ معقولة مجلس نواب إلى هذه اللحظة لم يستطع أن يكمل نصاب لتغيير محافظ مصر الجديد المركزي الجاسم على قلوب وأموال الليبيين؟ معقولة مجلس النواب أعضاء اللجنة المالية اللي فيه مرابطين داخل مصر الجديد المركزي، بل توجد لديهم مكاتب داخل مصر الجديد المركزي عند الصديق الكبير ولا يحضرون الجلسات عندما تقول أن نريد أن نغير محافظ؟ معقولة مجلس النواب الليبي يتفرج على معاناة ومأساة الليبيين لم يجتمع ولم تحركه النخوة؟ بل هناك شاهد عمره يتجاوز 70 سنة يقوم بإغلاق المجلس وبإهانة النواب، ولم يخرج علينا نائب ليبي وطني يعلن استقالته للشعب الليبي ويتدمر من هذا الخلوع وهذا الذل؟ على أعضاء مجلس النواب أن يعترفوا بأنهم يعيشون في مهانة ويعيشون الشعب في ذل حقيقي، هم وأعضاء الرئاسة ومجلس على الدولة يريدون تقاسم المناصب يقسموا في بيناتهم. هذا الاختلاف كله يا سيد نبيل وما يحدث في الساحة السياسية على الوزارات والمناصب السيادية، من يريد حصة هذه الشركة ومن يريد هذا مدير، ومن يبي عضو مجلس نواب يبي هذا وزير، وهذا بالفعل وهذا من داخل كواليس مجلس النواب ومن يسعى على الدولة. ونشاهد صفحاتهم وتراشقهم لكلمات لبعضهم، ونشوفوهم كيف يسبوا في بعضهم في الصفحات الفين وفي الغرف السرية داخل الواتساب والفايبر. المكان هم نواب الشعب الليبي لا يحترمون في بعضهم داخل صفحات الفيس وداخل صفحات الواتساب وداخل مجموعات الفايبر. من تريد، هل تريد منا نحن أن نحتمل ونستناهم من هم يطلعوا يتحركوا؟ الشعب يقول كلمته وتستمر المظاهرات. كان يقول السيد إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب قبل لحظات قليلة بأنه رغم وجود سلبيات سواء في مجلس النواب، وربما ما ذكره السيد إسماعيل الشريف قد يكون لسان حال من هم في المجلس الرئاسي أو حتى المجلس الأعلى للدولة، يقول بأن رغم وجود سلبيات في أداء المجلس مجلس النواب هناك أيضا إيجابيات، لا يجب أن ننكر وجود إيجابيات. ما رأيك في هذا الكلام؟ هل ترى بأن هناك إيجابيات فعلا سواء عند مجلس النواب أو باقي المجالس الأخرى التي تطالبون بإسقاطها؟ لو في إيجابيات بالله عليك هذا حالنا مقدرات الدولة الليبية سرقوها وباعت، هذا حال مصر الجديد المركزي، هذا حال يصل عليها الناس يشحتوا في الشوارع الليبيين وهم اللي عايشين على بحيرة من النفط والغاز، هذا حالنا. نواب ما يعيشوا في شرم الشيخ وعائلات يمسكوا في مصر، رئيس المجلس الرئاسي يعيش في لندن، هذا حالنا يا الليبيين. نوابكم يعيشوا في شرم الشيخ ورئيس المجلس الرئاسي يعيش في لندن، أي إيجابيات بالله عليك يا أخوي نبيل؟ أي إيجابيات اللي وصلت للشعب الليبي لهذه الذل وهذه المهانة؟ بالله عليك أي إيجابيات؟ طيب. من يموت ما يتجملش علينا لمجلس النواب لمجلس الرئاسي. من يموت ضد الإرهاب في ليبيا؟ معركة الشرف ومعركة العزة في ليبيا في كل بقاع ليبيا بدون استثناء وبدون تحديد. من يموت ضد الإرهاب وبسبب الإرهاب هم مواطنين ليبيين شرفاء، هم شباب ليبيين في مصر. طيب. هذا فيما يتعلق بالكيانات السياسية أخي المهدي، لكن ماذا عن الميليشيات والمجموعات المسلحة التي ترهق البلد وتقف عقبة أمام المؤسسات النظامية وتتحكم بدورها في الكيانات السياسية التي تطالبون بإسقاطها؟ أليس من حريا بكم أن تطالبوا بإسقاط المجموعات المسلحة أيضا مثلها مثل باقي الكيانات في طرابلس؟ أولا سيد نبيل والله يديم الأسئلة الصعبة ونخش معاك مداخلة
تجيني أنا، لكن عموما مش مشكلة. أنا إذا كان السؤال صعب بمعنى خطير أعفيك من الجواب عليها أخي المهدي، سلامتك أولا. أنا كالمهدي، أنا كالمهدي عبد العاطي أتكلم عن نفسي وعن آرائي مفتوح في صفحتي الشخصية وفي عدة مقابلات تلفزيونية. أنا ضد الميليشيات، ضد الميليشيات، في أسقط الميليشيات في كل ليبيا. أنا ضد الإرهاب، أنا مع بناء وتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا تحت قيادة مدنية، لأن ليبيا دولة مدنية بإذن الله. نريد الانتخابات ونريد ممارسة حقنا في الساعة على الدستور، ونريد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في ليبيا تكون بشفافية وبنزاهة أمام الشعب. طيب. ببناء وتوحيد المؤسسات العسكرية ومؤسسة الشرطة والمؤسسة القضائية أيضا، لكن عدم توحيد المؤسسات السياسية في ليبيا أرهقت كاهل الدولة. هناك من يصرف في حكومة التنيف البيضاء مصاريف على وزارة الداخلية والدفاع، وهناك من يصرف في طرابلس، وهناك مصاريف فأنزل الله بها من السلطان أرقام تراها في فواتير وفي تكليفات لم نسمع بها حتى في أعلى جيوش العالم. والحقيقة أنهم لا يريدون بناء جيش وبناء شرطة حقيقيين، يريدون حالة الفوضى لاستمرار النهب واستمرار الخراب واستمرار الذل لهذا الشعب البسيط، هذا الشعب الذي يعاني الويلات. الناس أعطى فيهم الثقة وانتخبهم وكان لهم هو اليد العون. من اللي أوصل أعضاء مجلس الرئاسي وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة؟ ما أوصلهم الشعب الليبي عن طريق سلطة الاقتراع. والآن الشعب الليبي نتائج عمايلهم يعاني في الويلات. من النهار يوقف الطوابير بالساعات في كل ليبيا الجنوب يئن ويصرخ، حرمة الجنوب منتهكة، مغتصب أراضيه الجنوب بدون كهرباء بدون ماء بدون علاج بدون قبضة الأمور المعيشية. ولا نتحدث عن العاصمة وما يحدث في العاصمة الآن من حروب وقتال وقصف عشوائي وقتل الأبرياء اليمنيين. أنا نناشد الشعب الليبي كله الخروج في كل ليبيا لوقف القتال ووقف الدمار والخراب. قتل المسلم عند الله سبحانه وتعالى هدم الكعبة أهون من إراقة دم مسلم. الليبيين اللي تلبسوا في بعضكم على خاطر السياسيين وعلى خاطر مشاكل السياسية، راهوا بلادكم اللي بتضيع ومستقبل أتباعكم السياسيين وصغارهم عايشين في مالطا وفي روما وفي لندن وفي اسطنبول. أخي مهدي، هل تثقون في الإصلاحات الاقتصادية التي وقع عليها وأعلنها سواء إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس المحافظ الصديق الكبير أو رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري؟ يعني هذه الإصلاحات التي تم الإعلان عنها ووقع عليها وتابعناها كلنا، وقيل بأنها سوف يعني تلطف الأجواء، سوف تخفف حدة الأزمة الواقعة على كاهل المواطن الليبي، هل تثقون أنتم في هذه الإصلاحات الاقتصادية المعلن عنها أم لا؟ أولاً أنا ضد هذه الإصلاحات لأنها مغش وتصوير على الشعب الليبي. إصلاحات يا شعب يطلع يفرح بإصلاحات بفرض ضريبة عمري ما سمعتها في الدنيا. يطلع شعب يفرح بأن فرضت عليه ضريبة، هذه أولا. والضريبة لم تحدد في القرار، هذه ثانيا. وثالثا أنا معاش أنت ما تفرضش رسوم ضريبة، أنت دي إصلاحات حقيقية. اجتمع كمجلس إدارة ووحد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عندك في طرابلس، واجتمع على تغيير سعر الصرف حقيقي، واجتمع على رفع الدعم وإعطائه بدل نقدي، واجتمع على إعطاء علاوة للعائلة، واجتمع على إنقاذ الشعب الليبي، واجتمع على تنزيل نفقات الحكومة، واجتمع على تنقيص انقاص مرتبات الوزراء واعضاء الحكومه، وانقاص حتى مرتبك انت صديق كبير اللي حاطط صغارك عايشين في مالطا. ما ادريش انا مرتب المحافظ هذا قداش مش يحط عائلته في مالطا، وغيره وغيره وغيره. نزلوا من نفقات، ديروا حد من النفقات، في خبراء اقتصاديين يجلسوا، وزير التخطيط ما حضرش معاهم في الاصلاحات، وزير الماليه والاقتصاد لم يحضر في الاصلاحات، لانها باختصار شديد ضحك على الشعب الليبي. هذا ضحك وتمطير الخيط وإطالة عمر وأمد الصديق الكبير ومصر في المركزي. ارحلوا، فليحكم الشعب الليبي ناس وطنيين أبناءهم عايشين بناتنا، نحن في معاناتنا، مش أبناءكم اللي عايشين في قرى وفي منتجعات وفي مدن وفي قرى داخل الدول الأوروبية والعربية. ارحلوا
نعم. طب الرسالة واضحة، سوف أكمل معك ومع باقي الضيوف وأيضا مع السيد سراج الحضيري الذي سوف أفتتح معه النقاش أو أستأنف معه الحوار بعد فاصل قصير في ذات الموضوع. أرجو أن تتفضلوا مشاهدينا بالبقاء معنا في برنامج أكثر. أهلا بكم من جديد في أكثر. نتحدث عن الاحتجاجات التي خرجت اليوم في العاصمة طرابلس ونددت بالكيانات السياسية الحالية، طالبت بإسقاط مجلس النواب، مجلس الدولة، المجلس الرئاسي، ويعني اشتكى المحتجون من تردي الأوضاع المعيشية، ويرون بأن تغيير هذه الأوضاع لا يتأتى إلا بانتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الجدل حول شرعية المجالس الموجودة حاليا، وتعود الكلمة إلى الشعب مثلما انتخب الشعب هذه المجالس ينتخب غيرها وتنتهي الحالة. معنا محمد البوعة مؤسس حراك صوت الشعب، معنا المهدي عبد العاطي عضو في الحراك أيضا، معنا السيد إسماعيل الشريف مشكورا عضو مجلس النواب، ربما هو العضو الوحيد الذي اتصلنا به واستجاب للبرنامج حتى يكون ضيفا معنا. حاولنا في المقابل هنا إشارة إلى السادة المتابعين أن يكون معنا ضيوف من المجلس الأعلى للدولة، خصوصا أولئك الذين من الدوائر الانتخابية في غرب ليبيا وفي طرابلس تحديدا، باعتبار أن هذه الاحتجاجات في طرابلس، لكن استصعب علينا الأمر. ومعنا أيضا السيد سراج الحضيري الناشط المدني من الجنوب، نتعرف أكثر عليه. سيد سراج الحضيري أهلا بك في برنامج أكثر. مثلما الحال في طرابلس سيء، ربما في الجنوب هو أسوأ بكثير بسبب تجاهل وتهميش المنطقة الجنوبية يعني في الأوضاع الطبيعية، فما بالك في الأوضاع هذه المعقدة والتي يئن ويشكو منها جميع الليبيين سواء في الشرق أو في الغرب. في الفترة الأخيرة خرجت احتجاجات أيضا، وكان هناك بيان كنتم مشاركين فيه سيد سراج الحضيري بخصوص هذه الأزمة المعيشية والاقتصادية والسياسية والأمنية وإلى آخره. لو تضعنا أيضا في جو هذه الاحتجاجات التي يشهدها الجنوب والذي يعاني ما يعانيه، والمطالب التي خرج بها هذا البيان الختامي، وهنا حينما تتحدث أطلب من السيد المخرج عرض مشاهد من البيان الختامي إن كان جاهزا، حتى تكون الصورة مطابقة للشرح الذي سوف تفيدنا به الآن. سيد سراج أهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نشكر الجهات اللي حضرتنا على إتاحة الفرصة للتعبير في المشاركة التي يعلم عن المواطن. طبعا نظلم على أن الوضع الإنساني في المنطقة الجنوبية يعاني من تدني خدمات، ذلك بسبب الضعف ضعف الاداء من سواء كان لجنه المجالس البلديه او اعضاء المتخرجين من مجلس الوقت والتجلس المنبر. طبعا اهالي المدينه استئناف التنكر بشده الوضع السيء الذي وصلت اليه الخدمات من تدني خدمات ابتداء من الوضع السيء الوضع الامني السيء، لقط السيوفنا واللقط الحياة التليفون ولقط المياه الشرب. تحديدا يعلم الكثير ان المنطقه الجنوبيه بالكامل كانت في ظلام جامد في مده اكثر من 250 ساعه خمس ايام متتاليه، ولم يخرج علينا اي مسؤول لتوضيح ما دار. وصل الحال وضع سيء للغايه، انقطاع قوى الكهربائي يخرج عنه، توقف الخدمات الصحيه والتصادم المحاكيه ولحفظ الحيوانات والطيور بالاضافه الى كذلك اخرى. نعم. طبعا احنا في هذه المكتبه اطلقنا في بيان على اعلام المدينه كانت مدينه منكوبه وانتهكت المنظمات الخليجيه وحصلت في تقديم للقاعده بالاضافه احد التسعه كافه الممثلين في الشركه التشريعيه والتنفيذيه في ذلك من الرئيسة التنفيذية بالمجلس البلدي والمبسط لأعضائه اتشهر من طريق تنفيذ سيارات ناحيتهم للنقال أعضاء المجلس الرئاسي والوزراء والذكراء من جهة كل من يزوروا مدينة تابعة للمدخل الجنوبية ولا علم تحت القطع منهم، ويدعو إلى انتخابات
برلمانيه رئاسيه في اسرع وقت واختيار الشخصيات القادره على تقديم الافضل وتقديم الخدمات في المواطن وحل المشاكل التي يعانونها. للاسف الشديد فقدنا الثقه في المجالس البلديه في المنتخبين من الاعضاء المنتخبين في مجلس النواب ومن الوزراء الممثلين المتقدمين. هل تتفقون مع المطالب التي خرج وحملها ورددها المتظاهرون اليوم في العاصمة طرابلس من ناحية إنهاء المجالس الحالية للنواب الرئاسي والدولة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن؟ هل لديكم أنتم نفس المطالب في الاحتجاج الذي خرج؟ هل تدعمون المطالب التي خرجت في احتجاجات طرابلس اليوم؟ نعم نعم ندعم المطالب لان هناك ضعف في تنفيذ ضعف في الاداء الى المجلس الاداري لم يستطيع ايجاد حلول المشاكل التي يعاني منها المواطن. نعم وندعم مكان الامم المتحده وندعم مكان الامم المتحده في تشكيل حكومه وحده وطنيه تركع طريق الانتخاب في اسرع وقت ممكن لتجمع لدينا الفرقاء بين الشرق والغرب. نعم اعود الى باقي الضيوف وهنا قبل ان يعني اوجه الاسئله مره اخرى. اجرى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لقاء وان قد تم بثه بشكل مسجل ولكن هذا اللقاء جمع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي بعدد من عمداء البلديات في ليبيا وكان الحديث حول الأوضاع المعيشية والأوضاع الاقتصادية تردي الخدمات وتم تسليط فيه الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس خصوصا الاشتباكات المسلحة التي أزهقت الكثير من الأرواح ويعني أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية أكثر وحالة من عدم الاستقرار وانفلات الأمن ويعني تسببت أيضا في نزوح عدد من العائلات في عدة مناطق خصوصا تلك التي شهدت الاشتباكات بين الجماعات المسلحة. نعرض الفيديو الأول، نحن أخذنا أبرز الجمل التي وردت على لسان فايز السراج خلال الاجتماع وربما يعني اخترنا هذه المقاطع تحديدا لأنها تتقاطع مع بعض ما ورد في احتجاجات اليوم في العاصمة طرابلس حتى يعني نعرضها لكي نطلب من السادة المشاركين معنا في الحلقة خصوصا المحتجين تعليقا على ما ذكره السيد فايز السراج. الاجتماع بث على عدد من القنوات الليبية هذه الليلة ونحن قد أخذنا هذه المقاطع. نعرض المقطع الأول الذي أشار فيه السيد فايز السراج إلى الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس في الأيام القليلة الماضية وكان يعني يدين هذه الاشتباكات المسلحة والضحايا الذين سقطوا وكان يقول الذين سقطوا من المدنيين في رقبة من؟ نتابع المقطع بشكل أوضح على لسان السراج نفسه ومن ثم نعود إلى الضيوف حتى نسمع تعليقاتهم على أبرز ما ورد على لسان فايز السراج. الكل يتحدث على سقوط جرحى من طرفه أو سقوط قتلى من طرفه لكن ما فيش يتحدث حد على المدنيين اللي راحوا، العائلات اللي سلبت ممتلكاتهم الخاصة والعامة في حالة انفلات أمني في مناطق كثيرة. من يتحدث عليهم؟ من يدافع عليهم هذوما؟ من يتحمل مسؤوليتهم؟ في رقبة من هذوما؟ في رقبة من؟ سؤالي وجهه السراج. لعلي أسأل بداية السيد المهدي عبد العاطي عضو حراك صوت الشعب طرابلس، في رقبة من؟ يسأل فايز السراج، هل لديك جواب؟ سيد المهدي عبد العاطي. الو؟ ايوه معك سيد نبيل، لو سمحت رد السؤال. عرضنا مقطع من اجتماع مطول اجراه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع عمداء البلديات خصوصا يعني كان حاضر في هذا الاجتماع عدد من بلديات طرابلس ونواحيها. تم ذكر موضوع الاشتباكات المسلحة وكان يلوم فايز السراج يعني على هذه الاشتباكات وكيف أنها أوقعت مدنيين
وتساءل هؤلاء المدنيون الذين سقطوا ضحايا في رقبة من؟ في رقبة من من وجهة نظرك هؤلاء الضحايا؟ ربما يقول قائل نحن أخذنا هذا المقطع لأن هذا السؤال ربما يسأل للسراج لا أن يسأله السراج للآخرين، فكيف تعلق على هذا الكلام على هذا التساؤل من السراج؟ قول لا قول أسمع يا أخوي نبيل، يا أخوي نبيل خلي جوابك بالله، قول والله إلا في رقبتك، قول المدنيين يقصوا الناس تفوت خذت طيارة ومشت تشارك في مؤتمر في الصين، هذا ذل واستكانة ومهانة، رئيس حكومة لبنان يسيب الناس ترمى عليهم الصواريخ والخدايس ويطلع يمشي ياخذ طيارة يمشي للصين يحضر مؤتمر هو وزير خارجيته، بعدين يقول لي في رغبة منه، في رغبتك انت اللي ما بنيتش الشرطة ما بنيتش الجيش، في رغبتك انت اللي قاعد تصرف في مصاريف ما انزل الله بها من سلطان من سفريات وفنادق ومرتبات فيك ولوزرائك، في رغبتك انت اللي بتحاسب عليه يوم القيامة لانك المسؤول، طرابلس تخسر تستخدم طيارة وتطلع، الان قلنا بستحفظ دماء الابرياء دماء المدنيين بتشكل لي غرفة للترتيبات الأمنية لطرابلس بعد ضياع الوقت في زمن خلاص، واليوم لما طلعوا لك المظاهرات قدم استقالتك وكون رجل في هذا الموقف، واختار أن تكون رجلا ليبيا وطنيا تعلن استقالتك مع كامل المجلس الرئاسي حفظا لطرابلس ولليبيا ولكل الدماء التي ستسفك في هذه الحرب وهذا الهجوم على مدينة طرابلس. احترم نفسك انت ومستشارينك على هذه الجوكة الخائبة التي حولك، واحترموا انفسكم دعاء لاستقالتك للشعب الليبي حفظا لدماء الليبيين وكرامتهم. قول انا سيد السراج اعلن استقالتي بكامل اعضاء مجلس الرئاسي حفظا لدماء الشعب الليبي، سوف يصفق لك الشعب الليبي ويعطي لك التحية، ولكن تشبثك بالكرسي الى هذه الساعة وهناك من يعطي لك المهلة وهناك من يريد اشعال بديل الحرب وهناك من يهدد ومن يوعد، اعلن استقالتك ارجوك اعلن استقالتك، جوخة المستشارين التي حولك لن تنفعك، كلهم لديهم جوازات وباسبورات اجنبية وسوف يرجعون الى حيث اتوا، يا فايز السراج كون طرابلسي ليبي حر واعلن استقالتك اليوم قبل غدوة، احفظ دماء الليبيين احفظ تفك الدماء، سوف تحاسب والله العلي العليم سوف يحاسبك الله على هذه الدماء التي تسيل طرابلس. ارحب بالناشطة المدنية من طرابلس رقية ابو خزام. اختي رقية اهلا بك في برنامج اكثر، انت في رقبة من يقول فايز السراج هؤلاء المدنيين الذين سقطوا في الاشتباكات المسلحة التي جرت في طرابلس الايام القليلة الماضية؟ يبدو ان الرجل لا يعرف، هل تعرفين؟ ماذا تقولين للسراج؟ أخي أخي العلم عند الله طبعا، ولكن كلنا نسعى للسلم والسلام وتصالح والتصالح والوعي التصالحي والتعايش السلمي في الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، نحن وطن واحد وليبيا للجميع وبالجميع، يجب أن ننظر للأجيال القادمة، نتمنى من الله وندعو الله جميعا أن يعم السلام على ليبيا لكي لا نظلم أحد ونتهم أحد، ولكن يجب أن نراعي بعضنا البعض وأن نتعايش تعايش سلمي في وطننا ومدينتنا المدينة الأم المدينة الحاضنة للجميع العاصمة طرابلس بإذن الله. نعم، لكن هناك أزمة واقعة أختي رقية، هناك أزمة معيشية أزمة كبيرة يعاني منها جميع الليبيين والليبيون يحملون مسؤولية هذه الأزمة على السلطات الحاكمة في البلد. هي المشكلة من تجمع وتراكم أزمات على مدى السنوات الماضية وتجمعت الآن في مشكلة كبيرة وأزمة كبيرة يعاني منها أهلنا في الجنوب ويعاني منها أهلنا في الشرق ويعاني منها أهلنا في طرابلس. أنا طبعا ناشطة مدنية من الجنوب ولكنني تعايشت هذه الأزمة والمشاكل في طرابلس ورأيت للأسف ظلم شديد على الأطفال وظلم شديد على المدنيين وظلم شديد في الحياة المعيشية في المصارف، يعني
يعني الهول، نساء تلد أمام المصرف ونساء تجهب أمام المصرف ونساء تموت أمام المصرف. يعني أين كرامة المرأة الليبية وأين كرامة الشخص الليبي؟ للأسف شيء مؤسف ومحزن أمام العالم بالأجمع. نعم، هذه المهانة من يتحمل من يتحمل مسؤوليتها من وجهة نظرك؟ رأيت بعض الحركات في طرابلس، طبعا لأنهم متعايشين أكثر مننا في هذه المدينة والعاصمة، يحملون الحكومة هذه الأشياء. كان اليوم صوت الشعب بإقامة مظاهرات سلمية، اليوم مظاهرة سلمية، ولكن من الخوف من القادم يعني شو بيكون عند الشباب الليبي. للأسف مفروض اليوم كلهم كانوا في أعمالهم وكانوا مسيرين مؤسساتنا اللي مليء بها المجتمع الليبي. نجدهم اليوم كلهم في جزيرة، في جزيرة أو في شارع يقومون بمظاهرات. اليوم سلمية، ولكن خوفنا من الغد لا تتحول هذه المظاهرات على ما استفهام وعلى ما التعجب، ولكن حلها عند الليبيين. نعم، شكرا لك أختي رقية أبو خزام الناشطة المدنية من طرابلس. أعود إلى النائب إسماعيل الشريف. الضحايا الذين سقطوا في طرابلس، عودا إلى الجزء الذي عرضناه قبل قليل للسيد فايز السراج، وهناك أجزاء أخرى سوف نعرضها تباعا وردت في اجتماعه مع عمداء البلديات. السيد إسماعيل الشريف معنا؟ ألو سيد إسماعيل الشريف. ألو نعم، كنت أطلب تعليقا من حضرتك على اجتماع أو ما ورد في اجتماع للسيد فايز السراج مع عدد من عمداء البلديات. نحن عرضنا مقطع كان يقول فيه في رقبة من المدنيين الذين سقطوا ضحايا جراء الاشتباكات المسلحة التي جرت في العاصمة طرابلس. وفي الحقيقة قبل أن نسمع تعليقا منك سوف نعرض مقطع آخر يكمل ويقول السراج بأن اللي صاير في طرابلس ليس حرب بين ميليشيات وإنما شيء آخر. نتابع أكثر ماذا يقول. رأي قصة أكبر من هي، خلينا نقولها ما هيش عركة بين ميليشيات هيك بالعربي، موضوع أكبر من هيك. فيه أطراف أخرى قاعدة تأجر وتستعمل في أطراف على الأرض لتحقيق مصالح سياسية، حاولوا بكل الطرق مع اليوفاق لإسقاطها، بكل الطرق إعلامية إمنية، افتعال أزمات، افتعال مشاكل، كلها حاولوا فيها، ما فيش إلا أن احنا ندخل العاصمة في حرب. سيد إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب، أرجو أنك قد استمعت إلى هذا المقطع الأخير. أعتقد أن الاتصال منقطع بالسيد إسماعيل الشريف، أليس كذلك؟ سيد إسماعيل الخط منقطع. عود إلى السيد المهدي عبد العاطي عضو حراك صوت الشعب في طرابلس. أخي المهدي، ماذا عن المقطع الثاني؟ كيف تعلق على هذا الموقف؟ وهل فعلا ما يجري في طرابلس على الأرض هو ما وصفه بالضبط السيد السراج بأن ما يجري في طرابلس ليس حرب بين ميليشيات وإنما أمر آخر؟ لو سمحت ريت لي السؤال بس، يعني كان يقول السيد فايز السراج تعليقا على الأحداث التي تجري في العاصمة طرابلس، كان يقول في هذا الاجتماع الذي أجراه مع عمداء البلديات بأن هذه الأزمات مفتعلة ومجلس المجلس الرئاسي معرقل، كل ما يقترح أمر يعني يتم عرقلته خصوصا من مجلس النواب، بأن كل الأزمات مفتعلة، الحرب اللي صايرة في طرابلس ليست حرب بين ميليشيات وإنما بالتأكيد الحرب اللي في طرابلس هذه ما جتش من فراغ، هي جت نتيجة صدامات واختلافات سياسية وأزمات سياسية مفتعلة بالتأكيد. طبعا مع كل هل تعتقد بأن هذه الأزمات مفتعلة فعلا؟ فعلا هي أزمات ليست مفتعلة بالكامل، ولكن نقول احنا شبه مفتعلة في ناس فاهمين فيها، لكن خلينا نفسر الموضوع برؤية أخرى. ما يحدث في طرابلس من تردي الأزمة المالية وما
الجولة والكهرباء وعدم الاستقرار، هذا كله مسؤول عليه المجلس السياسي وكل أجهزة أمنية في طرابلس، ولكن هذا لا يعطي تهريعة لأي جهة أو أي كتيبة أو أي شخص الدخول إلى طرابلس وقصف الأحياء المدنية، الأحياء السكنية وقصف المدنيين وقصف المسلمين الأغرياء. عندما ارتضيت الاتفاق السياسي والجلوس على طاولة الحوار استكملوا هذا المشوار أو طالبوا كما طالبنا نحن اليوم في حراك سلمي الوسط العاصمة طرابلس، طالبنا بشكل واضح وصريح بضرورة إجراء الانتخابات والاتساع على الدستور ليخرج الشعب في كل ليبيا ويطالب هذه المطالب ويساعد ويحث كل مدينة تحث أعضائها داخل مجلس الحوار بإقرار قانون الانتخابات والاتساع على الدستور وإنزال الشرائع. أما الحرب والقتل والسفك والدماء، أنا شخصيا رأيي وهذه طبيعتي المهدي عبد العاطي اليوم 15 فبراير إلى هذه الساعة لن أكون إلا داعم للخير والسلم والسلام والاستقرار في ليبيا، لن أدعم أي حرب باستثناء حرب الشرف التي واجهناها ضد الإرهاب في كل ليبيا. أما ما يحدث من ترهات سياسية ومن اختلافات سياسية في أروقة عواصم العالم يرد صداها ويرجع صداها داخل ليبيا وتثقل كاهل المواطن وتهجم مدينة على مدينة وكتيبة على كتيبة وجهة أمنية على جهة أمنية وتصفق الدماء حتى من قبل هذه السياسة الصعبة، هذه دماء مسلمين وهذه دماء شباب من كل أطراف. طيب يعني يبدو أن الاحتجاج مستمر وقد يأخذ منحا تصاعديا، يعني تخرج ربما في الأيام أو الفترات المقبلة أعداد أكبر وتزداد يعني المطالبة بالانتخابات للتغيير. أخي المهدي، ولكن نحن الآن في شهر سبتمبر وهذه الانتخابات التي نتحدث عنها وتطالبون بها يفترض أن يتم البدء في تنظيمها في 16 من يعني اليوم، يعني يفترض أن هذه الانتخابات تجرى بدءا من اليوم واستمرارا إلى نهاية العام، لكن الأمر تأخر. ماذا لو تأخر إجراء الانتخابات أكثر من ذلك؟ كيف سوف يكون مسار احتجاجاتكم؟ يا أخوي نبيل، رفع سقف المطالب بالإسقاطات ووسائل الضغط بالمظاهرات وبالخروج في الشوارع والميادين، يقول لك الناس ده شنو الحل انت بتطالب هيك بالعربي، اللاجئ يقول لك انت شنو الحل اللي عندك، شنو البديل؟ البديل يا اخي ما يحدث في دول العالم، يستلم المجلس الاعلى للقضاء السلطه في البلاد ويشرع قانون الانتخابات وينزل دستور الاستفتاء الشعبي يستفتي دستوره ويختارها بروحه ويقروا قانون الانتخابات المجلس الاعلى للقضاء ويستلم في مبلغه ويسلم. طيب لكن المطالب واضحه اخي المهدي، ولكن ماذا لو لم يستجب لهذه المطالب؟ احنا مستمرين باذن الله في هذه حراكنا، وانا شخصيا المهدي عبد العاطي سوف استمر في دعم وفي الخروج في اي مظاهره تطالب بحقوق الشخصيه للشعب الليبي وتطالب برفع الظلم والقهر والذل والمعاناه عن الشعب الليبي، تطالب بالانتخابات والدستور. سوف استمر في الخروج في المظاهرات وممكن ان يتوصل الامر بنا ان ندير اعتصامات وعسير مدني في العاصمة طرابلس وطالب بها. شكرا لك المهدي عبد العاطي، في الحقيقة أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا في هذه الفقرة، محمد البوعة مؤسس حركة صوت الشعب شكرا جزيلا، قطع الاتصال بك في منتصف الحوار وأصبح متعذرا علينا أن نعيد الاتصال بك وإشراكك معنا في الحلقة. أشكر السيد إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب، أيضا واجهنا مشكلة تقنية معك قليلا في نهاية الحوار. أشكر المهدي عبد العاطي المتحدث الأخير والسيدة رقية أبو خزام ناشط المدنية وسراج الحضيري الناشط المدني. فاصل قصير نكمل برنامج أكثر، لن نبتعد كثيرا عن طرابلس، ربما في نفس الأجواء لكن نذهب إلى زاوية أخرى تعكس قليلا المشهد الذي يعيشه أهالي العاصمة. ابقى معنا. هذه عبرة للليبيين، ما زال عندنا مقاطع فيديو تانية، ما زال عندنا ناس تانية مجرمين. كل يوم حنوروكم المشاكل اللي صايرة في البلاد، وإن شاء الله ربي يكون في عوننا وإن شاء الله نكون موفقين.
أهلا بكم من جديد في برنامج أكثر. حضر البرنامج تحقيقا مع موقوفين في جريمة سطو مسلح وقعت غرب العاصمة طرابلس بعيد الانفلات الأمني الذي شهدته العاصمة جراء الاشتباكات المسلحة الفترة الماضية. حقق مع لصوص أفراد من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق. نتابع معا كيف سار هذا. قلت له انزل. لا في البدايه الحق ما قاومش، كيف نزل للدار من جهه ثانيه اللي جات السواق اللي بحدا السواق اللي بحداي كرش في العرس. احكي لنا المارشو كملنا الطول طلعت بالسياره. باهي وانت جات مع السياره بعدها قول مشات بعدها. جات باهي هايلاند بس. بحر ها نحيت اللصقه ما هي كلصقه كهلباد ها نحيت اللصقه وقعدت ندور به بعد اليوم كامل انا شدوك والله شدوني جماعه الامن العام الامن العام باي بويس قديش عندك انت محاوله والله اول مره كيف جيت لحد كير اول مره نصر سيد الكلام هذا لا ما في والله ما عندي واحدة وسع بالك صح الكلام كويس وما تخاف من شيء بالنسبه للسيارات كسيارات حق اصلا واضحه ان انت جات بي للشارع كان انا منخنب برا ما رفعتهاش للشارع جات بي تركاني ثاني باش ما يشوفونيش دبي هذا مش رزق مواطن مش عيب عليك مزبوط صح فرض انك انت يجي فيكم منك رزق مستحيل هذه اي حد يرضى الله غالب هذا اللي صار لا لا عازب عازب امك حيه امك حيه حيينا بيت وكله فلوس الحرام ترضاه كلام هذا مستحيل ترضاه لا لا بيع ايش تدير كلام هذا غالب اللي صار هذا واحد مش بيقول يا حول وحيد سالم منصور ارفع صوتك فوق وحيد سالم منصور محل السكنه الحوامض احكي لنا القصه ترى كيف سالت مع الرجل سطو والله واقفين تحت كوبري ثلاجات واول ما وقفنا التاكسي هو طلعنا بيه جات قريه البواشي وقفنا غادي في اول الشارع يعرف صاحبي هو ونزلناه بيه عن طريق عنده مسدس ورمانه طول جاوب معنا ونزلوا بعدين قعد يقاوم شوية وخذيت رمانة من صاحبي عطالي وخلعتها باهك هو مكرش جت في راسه ضربتوه على راسه باش نزل هو شادك في الباب ما مش ركب وطلعنا بعدين وين اتجهتوا بعدين؟ بعدين اتجهنا جهة قرقارش البحر باه شو درتوا بعدين؟ قعدنا غادي شوية وطلعنا بعدين كلمونا صغار شارع هو يعرفوا صاحب الشخص السيارة هم قالوا لنا صار وصار قلنا لهم خلاص احنا صبر علينا ساعة ساعة ونص وبنرجعها تفهمنا على التركينة اللي بنرجعها فيها السيارة وبعدين بجهة قرقارش تحت كوبري العمال وانت توي كلامك متناقض انت علاش تدعي انك انت من مدينة زنزان لا لاني ما ادعيتش في مدينة زنزان انا خل... هو الشخص صاحب السيارة دوو زيتو لكن الحق ما تكلمتش بك وري صورة للمواطنين علاش انك انت وجه للمايك علاش كنت وجهت الكلام هذا انك انت من مدينه الزنتان؟ والله من الصراحه يا فندي نحكي لا الصراحه يعني احكي للمواطنين واحكي للناس والله اول ما ركبنا من كوبري الثلاجات بالتمام ولا لقينا بوابه بالجزيره نتاع عماد ربيش باهي كويس لمنا نعم قعدنا هدرزوا انا وياه الشخص هو السائق التاكسي قال لي نعرف غزي شبحني ان خفت من بوابة قال لي نعرف الناس من ولاد بالهول و من هو السواق تاكسي بس شوي قلت له حتى انا من ولاد بالهول ماشي زين احكي لنا انت كمل لنا القصه نتاعك ترى مشيتوا لقرقارش ومع ثاني مشيتوا وين اتجهتوا؟ قعدنا غادي في قرقارش لين بدايه تظليمة الليل كي كلمونا صغار شارع قالوا لنا السياره لازم تقول عرفوكم مش عارفين يكلموه هو يعرفوه هو عرفت اتجهنا تفهمنا ان بنتلاقوا تحت كوبري العمال باش برجعوا له سيارته انتم كلمتوه بالهاتف؟ كل اصحابه هو اعمال شخص فهمت كلموا فيه بالهاتف اعطيناهم الموعد تركينا وخلينا لهم السيارة جاي من الكوبري في البداية الشارع حط لهم المفتاح تحت القمة وطلعنا جهة الكوبري نستنوا في صاحبه هو أول ما جينا غادي درسنا جت السيارة واحد طلعوا وجماعة راكبين معاه فهمت قبضوا علينا هذا اللي صار يا أخي
والله ما راضي بيه، وقلت لك ضميرنا نبنا، قصدي هذا اللي خلانا نرجع السياره احنا. لو قصدي احنا نديروا في الغلط واحد درنا الحق الموضوع وبعدنا حتى اتصلوا بينا. لا لا ما عندي شيء، وعمري ما انحبست، وعمري ما انحبست يا اخي. كل شيء مسجل. طيب كيف عرفت انت في ولاد بالهول؟ هو قال لي ولاد بالهول. ولاد بالهول شنو؟ يعرف ناس. هو ولاد بالهول؟ قال لي نعرف ناس من ولاد بالهول. هو هذا يعني الكلام هذا هو اللي قلته يا خال. ما هو انت تو احكي لنا الكلام الواقع، انت تو قعدت في المحظور، انا نبي انت علاش تقول انا من الزنتان من ولاد بالهول؟ والله اللي صار صار صراحه انت إيه؟ المشكله درتها، مشكله درتها. لا لا تحمل مسؤوليتها ولا تحمل مسؤوليتها. علاش انت كنت درت الكلام هذا؟ علاش تشوه في القبيله؟ وعلاش تشوه في وفي الجهه الامنيه اللي نازله؟ لا والله ما قصدي اني نشوه الجهه الامنيه. والله بس الراجل الحق ما يخافش، قصدي يسبح البوابه قدامنا حتى هو. والله ما قصد بها حاجه. الله باش تستفردوا بها. هو استفردنا بها خلاص. هذه نماذج من النماذج اللي تصورني فيها. هذه نماذج من الصوره اللي وراها لاخوتنا الليبيين. هذه النماذج اللي مشوهه الامن العام، واللي مفسده البلاد، واللي مفسده سمعه الزنتان. صويعي انت ولا؟ من الحوام هذولا؟ وانت؟ حتى انت حامدي. باهي انت ترضاه انت الكلام هذا لناسك انت؟ ترضاه للبلاد هنا؟ خليني من القبيله وخليني من الواحد. باهي علاش تدير فيه الكلام هذا؟ بوك وامك حيين ولا؟ باشين موقفهم توا. هذه عبره للليبيين. وفي مازال عندنا مقاطع فيديو ثانيه، مازال عندنا ناس ثانيه مجرمين. كل يوم حنوروكم المشاكل اللي صايره في البلاد، وان شاء الله ربي يكون في عوننا، وان شاء الله نكونوا موفقين. ماشي، شكرا. ارحبوا معي متابعينا الكرام بالرائد احمد فرنانة، المكلف بتامين حمايه منطقه قرقارش والسياحيه وغوط الشعال في طرابلس، وايضا نرحب بعماد فنيك اعلامي من مدينه الزنتان. فندي احمد فرنانة، قبل ان نتحدث عن عمليه السطو المسلح هذه واللي ظهرت في التحقيقات التي قام بها جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية مع هذين الموقوفين، دعنا نبدأ الحديث بداية بالتعريف بهذا الجهاز الذي تتبعونه والمهام المكلفين بها حضرتكم، القوة التابعة للجهاز على الأرض في العاصمة طرابلس. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أخي العزيز نبيل، مرحبا بك ومرحبا بضيفك الكريم الاخ والصديق عماد فنيك. وشكرا لقناتكم الكريمه على اتاحه الفرصه لتوضيح بعض الملابسات التي صاحبت تكليف ودخول جهاز الامن العام والتمركزات الامنيه الى مدينتنا الحبيبه طرابلس بعد ان تسببت الاحداث الداميه الاخيره التي لا تخفى بعض تفاصيلها عن الشارع الليبي وعن حضراتكم، والتي قد تسببت في انسحاب بعض الكتائب اخي نبيل الامنيه من تمركزاتها داخل مدينه طرابلس، مما ادى الى انفلات امني، ادى الى انتشار عمليات السطو المسلح والنهب والسرقه. تصبح المناطق مرعى خصب للمجرمين وللجريمه المنظمه التي طالت ارزاق المواطنين ومقدرات الدوله الليبيه. خاصه اخي نبيل في المناطق المعروفه بمنطقه الصواني والكريميه والجبس وجمعيه الدعوه الاسلاميه. وكنا نعرف ان المنطقه هذه خويا نبيل مهمه جدا في المنطقه الغربيه لاهميتها في توفير السلع والمواد الغذائيه، لان موجود فيها هنا سوق من اهم اسواق الجمله في المنطقه الغربيه للمواد الغذائيه اللي هو السوق المعروف بسوق السامبا. هذا غير ما تحتوي المنطقه اللي ذكرناها من مؤسسات ومرافق للدوله، منها شركه الكهرباء، ومنها جمعيه الدعوه الاسلاميه، وغيرها الكثير والكثير من الارزاق للمواطنين وللدوله الليبيه. تم تكليفنا اخي نبيل من قبل حكومه الوفاق والسيد وزير الداخليه
بدخول وتأمين هذه المناطق من كوبري سواني إلى سيمافرو جبس والدعوة الإسلامية. وتم فعلا دخولنا الساعة 5 صباحا في اليوم المعروف والمعلوم، وتم تمركز هذه القوة المكلفة من السيد رئيس حكومة حكومة الوفاق والسيد وزير الداخلية في المناطق المذكورة. انشرنا بواباتنا ودرنا استيقافات حسب الخطة الأمنية المتفق عليها للحد من عمليات السطو المسلح والهرابة والسرقة التي طالت الكل في تلك المناطق. نعم. والتي استغلها بعض من ضعاف النفوس أخي نبيل، الذين استغلوا كل ما أتيح لهم من فرص لابتزاز الناس وإدخال الرعب في قلوب أهالي المنطقة بما قاموا به من أعمال إجرامية تصل في بعض الحالات إلى أعمال إجرامية منظمة. حاولنا أخي نبيل أن احنا نحد من هذه العمليات، والحمد لله ربك وفقنا في وضع تاني نعتبره وضع قياسي، وبارك الله في الشباب اللي في جهاز الأمن. حينما دخلتم ماذا وجدتم يعني رائد أحمد؟ حينما دخلتم إلى هذه المناطق التي ذكرتها الآن بالاسم، ماذا وجدتم؟ كيف وجدتم الحالة الأمنية بالضبط بشكل عملي؟ دعنا نقول الحالة الأمنية، الحالة الأمنية أخي نبيل كانت معروفة للكل، وكان في انفلات أمني بشكل غريب، وكانت مستوى الجريمة كان عالي جدا، وكان في صف مسلح بوتك يعني كان تصل يعني في بعض من المجرمين يعني اللي حققنا معهم يعني كانت يعني جريمة منظمة أخي نبيل، يعني ما هيش يعني ما هوش عمل يعني إجرام فردي هيك لشخص يعني يبي يسرق أو يبي يعني كان عمل إجرامي منظم لمجموعات. نعم. وهل كانت الاستيقافات والتمركزات الأمنية كفيلة بإيقاف المجرمين وإيقاف هذه الجرائم واستتباب الأمن، أم كانت لديكم إجراءات أمنية أخرى عدا الاستيقافات؟ والله يا أخي نبيل كان فيه استيقافات، وكان فيه دوريات، كانت فيه دوريات التابعة في المناطق الداخل، يعني كانت تجول في المناطق الداخل، ولجان للقبض والتحري كانت تجول يعني في مناطق الداخل، وكانت البوابات متاع الاستيقاف يعني. الحمد لله أخي نبيل يعني وفقنا بشكل يعني بشكل كبير يعني في المنطقة المذكورة، ويعني بالدول حدينا من نسبة الجريمة يعني بشكل كان عادي جدا أخي نبيل في الأيام الأولى. لماذا برأيك رائد أحمد، لماذا يعني سرعان ما ينفلت الأمن ويذهب الاستقرار في العاصمة طرابلس؟ يعني في لحظة مثلا تبدو لك العاصمة طرابلس مستقرة وفي وضع آمن للغاية، وفي لحظة أو وهلة أخرى تنفلت الأمور وتخرج عن السيطرة بسرعة. ما مسببات هذه الحالة الأمنية وهذا الترقب، رغم أن أهل طرابلس في الفترة الماضية كانوا يعيشون أجواء هادئة رغم قبل الاشتباكات أقول، ولكن في داخل كل شخص هناك ترقب يشعر بأن في أي لحظة يمكن أن يتبدد هذا الاستقرار. ما مسببات هذه الحالة برأيك سيد أحمد؟ والله من رأيي أخي نبيل، في رأيي يعني الشخصي، مسببات هذه الحالة يعني ارتفاع مستوى الجريمة، أنا نقول يعود للحالة الاقتصادية أخي نبيل، للظروف الاجتماعية والحالة الاقتصادية للشباب وللوضع يعني صورة عامة يعني أنت عارف يعني من ناحية سيولة، من ناحية ضي، من ناحية يعني في ضغط على الناس وفي ضغط يعني ممكن هذا يعني نعتبر هذا السبب الأول والرئيسي، يعني الحالة الاقتصادية هي ممكن السبب الأول والرئيسي. نعم، لكن رغم أن هناك جرائم تسجل في طرابلس، لكن الكثير ممن يرتكب هذه الجرائم ليس من طرابلس، والحالة التي نعرضها وعرضناها قبل لحظات هي مثال جيد على ذلك. لو تحدثنا عن عملية السطو المسلح هذا، يعني كان الموقفون يتحدثون بأنهم ركب يعني كانوا قاعدين تحت كوبري الثلاجات و يعني شيروا التاكسي وركبوا معاه واخذوه، يعني قالوا له خذنا لمنطقه الفلانيه قريه بعيشي، وهددوه بالسلاح وسطوا على سيارته تحت تهديد السلاح. لو نتحدث اكثر عن تفاصيل هذه القضيه وكيف كان يرد اسم مدينه الزنتان فيها، رغم ان الموقوفين ليسا من مدينه الزنتان مثل ما تبين في التحقيق. والله يا اخي نبيل هو راهو الحالة اللي تفرجت عليها أنت والأخوة المشاهدين هذه واحدة من الكثير والعديد من الحالات، رأي عندنا في نفس الصورة هذه يعني يتمكنوا من إمساك بعض المجرمين، يطلع في نبيل يطلع يتكلم باسم مدينة ثانية أو باسم جهاز أو باسم الأمن العام أو باسم الزنتان أو باسم ممكن لأن
ممكن لان يعني النفوذ يعتبر الامن العام في المنطقه ديك حاليا يعني يعتبر هم اللي مأمنين غادي يعني وماسكين المنطقه. هذا غير انه يا اخي نبيل طبعا في 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 اجنده حاليا يعني تخدم في داخل المناطق اللي احنا يعني مأمنينها باش ان هي تفشل تفشل جهاز الشرطه وباش تفشل تفشل العمل اللي احنا نقوموا به واللي الشباب بارك الله فيهم حقيقه يعني قدمين مجهود غير عادي حاليا يعني نواجه في غير غير الجريمه نواجه في اجنده تستغل في ظروف معينه تصطاد في الميه العكره باش هي تفشل جهاز الشرطه وباش هي تفشل تفشل الامن والامان في في هذيك المنطقه طبعا. الإعلامي من الزنتان عماد فنيك، أهلا بك في برنامج أكثر. إلى أي درجة تسيء هذه الجرائم إلى مدينة الزنتان وإلى أهالي الزنتان وإلى تعكير الصورة والعلاقات بين المدن مثل ما كان يشير إليها السيد الرائد أحمد فرنانة، خصوصا وأن هناك من يعني ينتحل هوية مدينة الزنتان عند قيامه بجرم ما، رغم أن هذا لا يعفي أن هناك أيضا تجاوزات يرتكبها أشخاص من الزنتان بشكل حقيقي. بداية تحية لك أخي نبيل، وأكيد نقول الحمد لله على السلامة، وأكيد نشكرك على كل برامجك وكل مواضيعك الهادفة، وأكيد تحية إلى ضيفك الرائد أحمد فرنان على كل الجهود اللي قايمين بها في توضيح حقيقة وصورة لكل المدينة. أستاذ نبيل، أنا في بداية مداخلتي معك نبي نوضح حاجة واحدة، يا ريت تكون حتى الصورة واضحة لكل حتى تكون الصورة أوضح أيضا. فقط أشير للزملاء بأن المتحدث عماد فنيك إعلامي من الزنتان ليس السيد أحمد فرنانة. نعم تفضل، كيف وضح لنا الصورة، صورة هذه التجاوزات وكيف يعني تلصق بعض التجاوزات بمدينة الزنتان وكيف تؤثر على هوية الزنتان وعلى نظرة الآخرين إليها. بداية هذه المداخلة نبي نوضح صورة لكل اللي بين، إن شاء الله تكون الرسالة والفكرة اللي هي نبي نوصلها. بداية أن مدينة زنتان كمدينة أو كقوة عسكرية كمدينة زنتان لم تشارك في الأحداث الأخيرة اللي حصلت في طرابلس من قريب من بعيد، وهذا كان يعني بتصريح ببيان رسمي من المجلس العسكري زنتان أنه لم يشارك بأي قوة عسكرية داخل المدينة. من شارك هذه القوة هي قوة تتبع للرائد عماد طرابلس اللي هي كانت سابق تحت مسمى قوة العمليات الخاصة والآن تحت اسم جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية. الجهاز العام والتمركزات الأمنية هذا يضم خليط من كل المناطق والمدن الليبية، وهذا يعني لديه تكليف رضا من حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس. هناك تجاوزات، يعني لا ننكر بان هناك تجاوزات من بعض الاشخاص من مدينه الزنتان، لكن الجهات الامنيه داخل مدينه الزنتان كقوه دعم من مديريات المنطقه الغربيه والجنوبيه المعروفه بالمدينتين قائمه بالدور بالقبض لكل من يقوم باي تجاوز او اي عمليه سطو او لعب او غيرها. لكن للاسف جدا اتجهنا احنا كمواطنين وكاهالي مدينه الزنتان بالحمله الغريبة، وهذه الحملة ليست الحملة الأولى لتشويه مدينة الزنتان. يعني نرجع الذاكرة الوراء، كان في 2011 في قصة الفيل وتمشيط الزنتان للفيل وغيره وغيره. الآن نفس السيناريو في الأحداث الماضية مع دخول يعني جهاز الأمن العام للعاصمة طرابلس، شفنا كم من هائل من السب والشتم على مدينة الزنتان، بالرغم لأن كل الخروقات والعمليات السطو واللعب أو ما يعرف التمشيط هي يقوموا فيها بعض الأشخاص اللي هم ليس من مدينة الزنتان. في نفس الوقت نأكد أن هناك يعني خروقات فردية من بعض الأشخاص من مدينة الزنتان، هم الأساس لا يمثلوا في مدينة الزنتان بشكل عام. في مدينة هناك استياء عام من أهالي الزنتان من التشويه والسب والشتم، شفنا يعني تعاطي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك على الحملة الشنعاء اللي هي شفناها، استياء كبير من هذا الزنتان حول هذا حول هذه الحملة. نعم، لكن أخي عماد، لماذا الزنتان تحديدا إن كان هناك مجرم يريد إخفاء هويته عند ارتكابه لجريمة، كان بإمكانه أن يختار أي مدينة أخرى غير مدينته أو منطقته، لكن لماذا اختاروا الزنتان تحديدا؟ هل هناك من تفسير؟ نعم، لأن القوة اللي هي دخلت لتأمين عاصمة طرابلس هي جهاز الأمن العام
رائدها اللي هو الرائد طهران والرائد عماد الرابيسي اللي هو من مدينة السلسان. وفي نفس الوقت كما اتفق الكلام بالسؤال في 2011 احنا شفنا حملة والآن هي ممكن حملة ممنهجة مقصودة. نعم. لكن من الموقوفان اللذان نعرض صورهما الآن يبدو أنهما شخصان بسيطان جدا رغم ارتكابهم بهذه الجريمة جريمة السطو المسلح، هل تعتقد أنهما ضمن حملة ممنهجة فعلا مثل ما تقول على مدينة الزنتان لغرض تشويهها؟ بعض اللي هو السراقة ومن لديهم سوابق يتكثرون بحجة الزنتان باعتبارنا الآن هي في قوة كبيرة موجودة في طرابلس وتحت أمرها عماد طرابلسي. البعض يفكر بأن هي قوة للزنتان وهذا غير صحيح، لأن القوة اللي تحت أمر عماد طرابلسي تكون عديد المناطق والمدن اللي هي رغم أن في بعض التجاوزات هذا أكيد الجهاز الأمن العام عنده ضوابط كما نوهنا، حتى بعض الأشخاص من داخل الزنتان في حجة 200 تتابع في الموضوع، وفي أيضا اللجنة الأمنية المشتركة هي تتابع في كل أي تجاوز يحدث في مدينة الزنتان أو من بعض الأشخاص هم من مدينة الزنتان. لكن للأسف جدا لا أعرف يعني سبب يعني هذه الحملة وهذا التفويت الضوء على أن الزنتان شمل كل أهالي المدينة أو القبيلة بأن الزنتان هم اللي مشقوا والزنتان هم اللي يسقوا والزنتان هم وغيرها وغيرها. في نفس الوقت يعني كما الشرط يكتب المدينة هذا يستيج للمدينة، وللأسف جدا الناس عندها تعميش تصرف فردي يبقى فردي وليس تعميش. نعم أعود إلى الرائد أحمد فرنانة. رائد أحمد، كيف هو الوضع الأمني الآن في مناطق قرقارش والسياحية وغوط الشعال؟ استكملك توا طبعا بعد ما خشينا طبعا المناطق المذكورة فيما سبق وقمنا بتأمين هذه المناطق الحمد لله، يعني بعد جهد للشباب وحاولنا بشتى الطرق ان احنا يعني نحدوا من عمليات السرقه وعمليات السطو والابتزاز المسلح. طبعا ما يخفاش على الناس كلها يعني وعلى الشارع الليبي ان الانسحاب القوه اللي كانت مأمنه مناطق سياحيه وقرقارش وغوط الشعال والدريفي وجورجي كانت القوه اللي متمركزه غادي انسحبت وكان لها ثلاث ايام منسحبه اخوي نبيل. ارتفعت مستوى الجريمة ارتفع مرة أخرى في المناطق المذكورة هذه الأخيرة وعانت الناس من مشاكل السطو المسلح ومن الخطف والابتزاز والخنبة للسيارات يعني تصور خوي نبيل وصلوا في درجة انه يعني استيقاف السيارات ويفكوا منا في نقالة يعني من يده، فهمتني كيف؟ نعم يعني السراق وعين صحيحة. تم تكليف بعد هيك اخوي نبيل تم تكليف الجهاز الامن العام والتمركزات الامنيه من السيد رئيس الحكومه حكومه الوفاق والسيد وزير الداخليه، تم تكليفنا بالدخول لمنطقه السياحيه وحي الاندلس وغوط الشعال والدريبي وجرجي وتامين هذه المناطق في اسرع وقت، وخشينا بعد ثلاثة أيام من انسحاب القوات اللي كانت مطارد دفاها والجهات الأمنية اللي كانت مطارد دفاها، وكانت الحالة أخوي نبيل أسوأ من الحالة اللي لقيناها في المناطق السابقة اللي هي الكريمية وكل من كوبري الصواني إلى في مطر جبس للدعوة الإسلامية، وكانت الحالة يرثى لها وشيء جدا أخوي نبيل. لكن يفترض بأن هذه المناطق تقع تحت عمل ومهام مديرية أمن طرابلس، يعني أين هي من هذه التجاوزات وهل كان هناك أي تعاون بينكم وبينهم؟ والله أخي نبيل الحقيقة يعني مديرية أمن طرابلس في تعاون كبير بين احنا وياهم الحق ومقدمين يد العون الحقيقة، يعني في تواصل بين احنا وياهم والحمد لله يعني ومشكورين. نعم لكن السؤال لماذا تكلفون أنتم للدخول وتأمين مواقع مهمة في العاصمة طرابلس في ظل وجود مديرية أمن خاصة بهذه المناطق؟ والله يا أخي نبيل المعروف عند الليبيين كل
الشرطه ما فيش مجموعه اللي تخدم اخي نبيل، وما هي يعني معروف في 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 الشارع الليبي ان الشرطه مراكز كلها غير مفعله اخي نبيل، يعني كان الاعتماد الكلي وكان الاعتماد كله يعني خلينا يعني ندي صراحه يعني كان الاعتماد كله في تامين العاصمه على الميليشيات يعني ما كانتش مفعله الاجهزه اللي هي تطلع للداخليه يعني بشكل رسمي زي يعني زي البحث الجنائي زي مراكز الشرطه زي هذه كلها كانت مهمشه اخي نبيل. نعم هذا اللي سبب بعض انسحاب هذه الكتائب وهذه الجهات الامنيه سبب في الفوضى اللي صارت والربكه اللي صارت. طيب هذان الموقفان اللي على الشاشه ما مصيرهما الان؟ ما الاجراءات التي اتخذت حيالهما بعد هذا التحقيق المصور؟ والله يا اخي نبيل احنا حاليا متواصلين مع الاجهزه الامنيه زي البحث الجنائي ونسلم البحث الجنائي بعد لما يتم القبض على المجرمين يتم تسليمهم للجهات المختصه تحويلا للبحث الجنائي والنائب العام يتم التحقيق معهم وحالتهم للقانون للمحاكم. جيد جيد انكم قمتم بنقلهم الى الجهه او السلطه الامنيه التاب يعني اللي بعدكم يعني حتى يتم المختصه في جريان القانون وتطبيقه عليهم مثل ما يجب، لان هناك يعني موضه اللي يمسك واحد معش يطلقه بكل. اخيرا رايد احمد، يعني ماذا تقول لسكان واهالي المناطق اللي تتحركون امنيا فيها؟ يعني هل هناك من رسائل توجهها الى سكان قرقارش والسياحيه وغط الشعال والدريبي، كل المناطق التي قمت بذكرها قبل قليل؟ هل هناك من اشياء من تعاون معين ترجونه من الساده المواطنين حتى تكتمل المهمه ويتحقق الامن والاستقرار اللي يعود بالمنفعه في الاول وفي الاخير على المواطنين بشكل كامل؟ والله يا اخي نبيل انا الكلمه اللي بنوجهها الحق يعني نبي ندواها هيك بالعاميه يمكن توصل لشباب المناطق وتوصل لاهالي المناطق اكثر يعني اخي نبيل. انا الحقيقه والله ما عني انا عن زملائي والله ما طالبين منهم حاجه الا ان هم يعني يصبروا علينا شويه ويوسعوا بالهم معنا شويه. احنا قايمين بواجبنا لاكمل الوجه ومدايرين مجهود غير عادي موجودين في الامكان باش نخدموا الوطن ونخدموا المواطن. احنا موجودين غادي في تمركزاتنا وامكاناتنا باش نخدموا المواطن باش نامنوا المنطقه وباش نملوا الفراغ اللي سببته المشاكل الاخيره والاحداث الاخيره في طرابلس واللي ادى الى انفلات امني. يا اخي نبيل والله حالات مازال في دوات ومازال في تحقيقات حننزلها ان شاء الله باذن الله على الصفحه نتاعت الجهاز على الفيسبوك. نعم. وطالبين منهم ان هم يعاونونا شويه اخوي نبيل ويوسعوا بالهم معنا شويه، هذا اللي طالبينه. نعم وانتم واجهزتكم وافرادكم في المقابل يعني هل 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 اخي نبيل كنت اسالك حاليا رايد احمد يعني في المقابل حتى يعني تجدوا هذا التعاون اللي ترجوه من السادة المواطنين من أهالي طرابلس في المناطق اللي تعملون فيها، هل أيضا في المقابل أفراد جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية يعني يقوموا بعملهم على أكمل وجه، يعاملوا الناس المارين على الاستيقافات الأمنية بشكل جيد في قيافة ملائمة يعني حتى يكونوا ملائمين ويعني ويأخذوا المعاملة اللي يرجوها يعني؟ والله يا اخي نبيل شو خلينا نقول لك حاجه اخي نبيل باهي الكمال لله وحده اخي نبيل باهي، لكن احنا والله يعلم الله يا اخي نبيل ان احنا دايرين مجهود غير عادي والله العظيم. الليل اللي ترقد فيه الناس انا ما نرقد فيه اخي نبيل، باش احنا نوفروا الامن والامان ونحاولوا اكثر شيء ان احنا نتفادوا الاخطاء سواء اللي كانت منا او من المواطن او من اي شخص كانت، نحاولوا ان احنا نصلحوا من الوضع الحالي في المناطق، نحاولوا ان احنا نحفز الشباب ان هم يوقفوا معنا ويقدموا يد العون لينا، يعني هذا اللي نتمنوه اخي نبيل احنا بس اكثر لا اقل، يعطونا فرصه ويحاولوا ان هم الموقف حساس جدا اخي نبيل بالذات في المناطق هذه اللي سميناها توا في ناس وفي اجندات تخدم. نعم. هل الصاق التهم بالزنتان من قبل بعض المجرمين وانتحال هويه الزنتان، هل سبب لكم اي مشاكل على الارض مع اهالي المناطق اللي تعملون على تامينها؟
اكيد اخي نبيل اكيد سبب الكثير من المشاكل وسبب الكثير من العراقيل في موضوع التامين في موضوع العمل اللي مكلفين به واحنا في المناطق هذه اكيد بيسبب. نعم وبالتالي عرض هذه الفيديوهات اكيد سيوضح الصوره. اشكرك جزيلا الرائد احمد فرنانه المكلف بتامين عده مناطق في العاصمه طرابلس التابع لجهاز الامن العام والتمركزات الامنيه. شكرا ايضا للاعلامي والزميل عماد فنيك الاعلامي من مدينه الزنتان. فصل قصير نكمل اكثر مع موضوع ثالث واخير، موضوع انساني يحتاج الى متابعتكم والاهم الى مساعدتكم بعد الفاصل. ولدي واصل مرحلة سيئة وإن شاء الله ربي يحفظكم من الأمراض ومن الحوادث، وياريت كل ما نشوف حالة ولدي يساعدني. أنا طالبة المساعدة مش أكثر. أهلا بكم من جديد. كنا نأمل أن يكون هناك فاصل، مش فاصل سريع محمود مخرجنا اللي على الهواء. عموما موضوعنا التالي قصة إنسانية مؤلمة، شاب ليبي تأكله البكتيريا في تونس لا ترافقه إلا أمه، أرسلتهما الدولة للعلاج على نفقتها فظنا أن معاناتهم في طريقها إلى الزوال، ولكن ما حصل معهم بعد ذلك أقسى وأمر. نتابع حكاية إدريس وأمه سلوى علي ماضي. هذا طبعا ولدي وهذه الحالة متاعه، هذه العملية طبعا الامبتر الجزء المفصل اللي في اعلى الحوض هنا، وهذا كراع حتى هو الثاني اللي هو جرح من هنا، والركبة متأذية حتى هي. طبعا عمره 20 سنة، اسمه إدريس الناجي. نحن حاليا قاعدين في تونس وعلى اساس علاج على حساب الدولة. طبعا احنا جينا هنا من يوم 6/9 الى اليومنا هذا اللي هو الاحد، ونحن على الدولة لحد الان ما زالت ما بدتش معايا. وجهوني السفارة المصحة وطلعت المصحة ما لهاش اختصاص بالحالة هذه. هذا طبعا صورة الاشعة واضحة، هذا طبعا ايش الجزء المبتور من عظم مفصل الحوض اللي هو عظمة الفخذ، وهذا طبعا التقرير الطبي المترجم. إدريس الناجي وعمره 20 سنة، عنده تشوه خلقي ناتج حادث مرور نتج عنه شلل نصفي والتهاب عظمي مع التعفن على مستوى الركبة اليسرى والخصر الأيمن. هذه حالة طبعا ولدي، وناشد كل مسلم بمساعدتي في علاجه، لأن ولدي واصل مرحلة سيئة وإن شاء الله ربي يحفظكم من الأمراض ومن الحوادث، وياريت كل ما نشوف حالة ولدي يساعدني. أنا طالبة المساعدة مش أكثر. معنا السيدة سلوى علي ماضي وهي المتحدثة في الفيديو الذي عرضناه قبل لحظات، أم المريض إدريس الناجي الظاهر في المشاهد الماضية. أختي سلوى أهلا بك في برنامج أكثر، وإن شاء الله ألف لباس على ابنك إدريس، نتمنى له الشفاء وأن تكون هناك التفاتة جادة فعلا سواء من الدولة أو من السفارة الموجودة هناك في تونس أو حتى من الليبيين اللي في تونس أو في ليبيا أو في أي مكان، واللي بإمكانهم أنهم يساعدوكم يتصلوا بكم على رقم الهاتف اللي وضعناه أسفل الشاشة وسوف نعيد عرضه خلال هذا النقاش. نحن تابعنا الفيديو أخذنا فكرة ولكن مقتضبة على حالة إدريس وعلى الأوضاع اللي أنتم تمروا بها في تونس، لكن نبوا التفاصيل. ما حكايتك أختي سلوى؟ ما حكاية إدريس؟ لماذا أنتم في هذه المعاناة؟ احكي لنا القصة من بدايتها لو سمحتي. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ونشكرك يا أستاذ نبيل على إعطاء الفرصة لطلب المساعدة من الناس الخيرة. وبديت قصة إدريس أن ضربات السيارة على الطريق وأدت له إلى شلل. في البداية كان الشلل كان موضوع
يلزم علاج طبيعي بس. بعد مع السنوات من كتر الفراش يعني تعرض تقرحات فراشية. طبعا كنت نعالج فيها بروحي في الحوش وكانت أموره تمام وأموره طيبة، بس كان يحتاج بس علاج طبيعي. من شهر 10 في 2017 طبعا شنو صارت له حرارة وترجيع، خبيت المركز الطبي طبرق. أنت كنت وقتها في طبرق، مقيمة في طبرق؟ مقيمة في طبرق نعم. يعني أنت ما أنت 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 من سكان طبرق أختي سلوى؟ من سكان طبرق إن شاء الله. نعم تفضلي أكملي لو سمحتي. في 2017 في شهر 10 خش المستشفى وعلي حرارة وترجيع. طبعا شنو خذا بكتيريا، بدأت البكتيريا تاكل في التقرحات. بعد ضغط في أول دخول له دخل على الباطن، بعدين دخل الجراحة. طبعا فترة اللي دخل فيها الجراحة قعد حاجة 3 شهور كياهي، طبعا البكتيريا زادت وتمت ايش تاكل في جسمه بسرعة. تم يتعفن، أصبح يعني متعفن، يعني رائحة ما تقدرش يعني تقدرش تجيع هذا. طبعا العظمة المفصل الفخذ طلعت مع الجنب، طلعت مع جنب الكراع وتم طالعة متعرضة للريح برا. في خلال شهر ونص الدريس وضعه تم يسوء أكثر. خذيت المستشفى الجلال في بنغازي، قعد شهر في مستشفى الجلال. الكلام هذا طبعا ليش في شهر 1 وجبته من مستشفى الجلال في شهر 2، يوم 8/2 جبته من مستشفى الجلال. طبعا نظفوا له الجروح تمام وكي، وجهوني للدكتور ابراهيم الفاخري اللي اجرى العمليه نتاعه. طبعا لما جبته في شهر 2 للمركز الطبي طبرق، يعني اعدتيه الى طبرق بعد مركز الجلال بنغازي. يعني بعد 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 معالجته في ولو مبدئيا في مستشفى الجلاء في بنغازي، اعدتيه الى مدينه طبرق للدكتور ابراهيم الفاخري. ايوه نعم. جبت المركز الطبي طبرق، وطبعا ايش وشاف الدكتور ابراهيم الفاخري وطلب صوره اشعه وقرتها له. طبعا كلام هذا من شهر 2، من شهر 2 لعام شهر 2 2015 2018. يعني كان عظمة الحوض يعني طالعة برا من عام 2014 لعند توا؟ لا، عظمة الحوض طلعت في 2017 في نهاية 2017. طبعا البكتيريا خذاها في المعقد. نعم تمام. وطبعا دار العملية اللي هو ايش استأصل المفصل بتاع عظمة الحوض الفخذ بتاع الرجل. نعم. استأصلها وزرع في مكانها اسمنت طبي، اسمنت الجنتاميسين اللي هو اسمنت المضاد الحيوي. نعم. طبعا الجسم طبعا تم فيه بكتيريا، وطبعا المفروض هي العملية ما تندرش الشخص عنده بكتيريا، لأن أكيد في تحاليل قبل العملية. وصارت العملية في يوم 31/5 في شهر رمضان اللي فات هذا اليوم. نعم. وطلبوا مني علاج، والعلاج كان باهظ الثمن. يعني ما طبعا مع الناس الخيرة، وفي ناس يعني بارك الله فيهم يعني ساعدوني في فترة العملية وساعدوني على حق علاج، بس العلاج من أول روشيتا كانت لمدة 3 أيام ب 1050 جنيه. وجبت وخذ العلاج. وبعدها تميت نكافح بقد ما نقدر نجيب له علاج، وبعدها ما عاد قدرت. اما قاعد في المركز الطبي لا مرور بكاترة باستمرار، ولا انفتحت العمليه وما سكرتش لعند اليوم، ما زالت مفتوحه عمليتها. وغير هيك يسبب تقرح ثاني في مؤخرته. والتقرح هذا متعفن، ولما نجي انا ننظف له في التقرح هذا اللي في المؤخره، يعني عظام الحوض من جوا نشوف فيه بعيني، انا ولدي نشوف في جسمه من جوا، يعني انا نشوف فيه يموت قدام عيني مش قادر ندير شيء. وغير هيك الركبه
بتاع زي ما شفتوها في الفيديو، الصابونه بتاع الركبه باينه برا، والوتر بتاع نص الكراع العصب يعني الوتر من النوره مفتوح وباين عين، وتم يعفن حتى هو، وتو حاليا قاعده به في تونس. كيف خرجتم الى تونس وانتم يعني كنتم غير قادرين على توفير حتى العلاج ما بعد العمليه؟ كيف وصل الامر الى تونس؟ انا ما عنديش خلفيه طبعا عن الاسعار وعن الامور هذه، الامور الماليه ما عنديش عليها خلفيه برا ليبيا. انا طلعت معي 900 جنيه بس. يعني طلعتوا على حسابكم الخاص ولا على حساب الدوله اختي سلوى؟ على حساب الدوله طلعي. تمام. طبعا كويس. كيف حصل هذا يعني هذا تطور ايجابي في القصه، كيف حصل ذلك ولماذا اصبح الامر معقد وانتم الان في ازمه وتناشدون الناس للمساعده؟ يعني كيف تازم الامر بعد ما يفترض انه يمثل انفراجه انه انتم خرجتم خارج البلاد على نفقه الدوله الليبيه للعلاج في الخارج؟ طبعا اول شيء اخوي نبيل السفر كان يوم جمعه، يعني طلعنا يوم الخميس في الليل والصبح كانت الجمعه. وطبعا انا نحسب الجمعه عندها معطله في تونس، طبعا ما عنديش خلفيه لكن اول مره اطلع برا ليبيا يعني. نعم. جينا الجمعه، هم عندها من السبت والاحد عطله، الاثنين مشينا للسفاره شلنا الرسالة اللي هي الموافقة على العلاج على حساب الدولة، شلنا الرسالة من طبعا كل يوم بكرة وبعد بكرة وكذا لعند الخميس. طبعا الاثنين جبت لهم الرسالة، ويوم الخميس خذيت التوجيه بتاع المصحة، وجهوني على المصحة الزيتونة في الصاقس. نعم. مشيت به يوم الجمعة للصاقس، والسبت مشيت للعيادة، والعين معي شعبان طبعا، ولدي يعني عنده انيميا حاده يعني درجه انه لما يقعد اكثر من ساعه او حتى يوصل للساعه وهو مجامل على الكروس يفقد الوعي. مشيت بيها للصفاقس مسافه يعني 3 ساعات او 4 في الطريق، ومشيت وغمرت ومشيت بيه، وطلعت المصحه قالوا لنا لا هذا لازم يمشي المصحه التاهيل يعني علاج طبيعي قبل، وغير هيك يلزم مضاد حي يلزم دم يلزم تغذيه. المهم رديت من الصافص وانا ما عادش معايا ولا ملي اللي عندي فيها حطيتها. فطبعا الكلام هذا جيت من على 12 الظهر قعدت في تونس اللي هي العاصمه. نعم. يعني قعدت في الشارع مانيش عارفه ايش ندير وين نمشي، ما عادش معايا ناجر وما عادش معايا شيء. مين طبعا كما درت اتصالات بمدينه طبرق والحاج مفتاح بالعميد بارك الله فيه يعني ساعدني وبعث لي حوض لي يعني من غادي 200 دولار. نعم. رفت انهنا في تونس واجرت بهم لمده 3 ايام، يعني بعد 3 ايام يوم الثلاث الساعه 12 ما نعرفش ندير. وانا من تروح يعني مكسوره، انا جيت عنيه وغمرت بنعالج ولدي. يعني كان الناس اللي يسمعوا فيا ويشاهدوا في الحلقه كل واحد يحط روحه مكاني ويشوف يعني ولده في حاله زي حاله ولدي انا. نعم، اختي سلوى وين السفاره من هذا كله؟ يعني بعد تحويلكم الى مصحة الزيتونه في صفاقس، يعني اين السفاره من هذه المعاناه واصبح معاش عندكم سكن والى اخره؟ يعني وين السفاره؟ هل عودتي ورجعتي لها من جديد حتى تتكفل بمسؤوليتها تجاهكم؟ السفاره طبعا السفاره يوم اعطتني الرساله يوم الخميس بعد الساعه 2 استلمت الرساله. طبعا انا فرحت نحسبها خلاص يعني فقدت وعلاج ولدي بيبدا يعني. نعم. جيت طبعا جينا الجمعه طلعت للساقط علشان نمشي للمصحه. الجمعه طبعا مشيت لما وصلت الساقط مشيت للمصحه، المصحه قالوا لي اليوم ما فيش اداره يوم الجمعه. جيت لهم السبت طبعا الدكتور حكيت مع الدكتور قال في الحاله هي لازم تلزمها مصحه تاهيل. نعم، السبت اللي هو اليوم يعني. ما اخشوا عليهم بعملية. نعم. اليوم يعني السبت اللي هو اليوم ولا لا؟
السبت أمس. عذرا أمس، نعم. طيب. أمس السبت. نعم، المصحة قالت يعني هذا التدريس يحتاج ل ل ل لمعالجة ولمعاملة مش متوفرة عندنا. ايوه يعني هم طبعا المصحة اللي وزعوني لها الجراحة. طيب معناها انت تبي ترجع هيك للسفارة مرة اخرى حتى يتم اعادة احالتك او احالة ادريس لعيادة متخصصة اخرى؟ نعم. طيب لازم نمشي الرد على السفارة بكرة علشان يوجهوني العيادة للتأهيل قبل، لانه هو طبعا الدكتور قال لي ما نقدرش اخش عليه باي نوع عملية وهو عنده بكتيريا وغير هيك كرعيه متصلبات يعني يبسات وهنا من حنية يعني كرعيه مش مطلوقات. طيب اختي سلوى، اختي سلوى يعني انت طالعة وقلتي اول مرة نسافر مع 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 دريس وقاعدة في تونس، يعني ما فيش معاكم اي راجل؟ وين اب دريس؟ وين هلك انت اخوتك؟ وين عمام دريس؟ ليش انت بروحك مع دريس وتعاني في هذه المعاناة؟ طبعا دريس هو مش 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 الوحيد، يعني عندي 8 عيال بوهم متوفي من 2014 والحادث هذا صار بعد وفاة بوه بشهر. يعني هذا بكري وهو اللي مفروض عليه يعني الحمل، يعني المفروض هو اللي قسم معي الحمل، يعني لك الراد ربي وإن يكون حتى هو حمل مع الحمل اللي ماشي يبسه. نعم. وبالنسبة للأعمام أو إخوة أنا ما نقدرش نتكلم في موضوع زي هذا، لأن هذا حيكون لي كلام ثاني بما يخص موضوع هذا، لكن حاليا أنا يعني العيال معايا ومليش إلا ربي والناس الطيبة. طيب الآن أختي سلوى نحن أعتقد بأن وضحنا الصورة بشكل جيد للسادة المتابعين، وأرجو فعلا أن تكون هناك استجابة جادة على الأقل كيف ما أخبرتينا بأن يوم الثلاث إذا ما كانش عندك مبلغ مالي سوف يعني تكوني أنت وأدريس اللي بهذه الحالة في الشارع وفي بلد غريب، يا ريت حتى بلادكم في النهاية ليبيا وإنما في تونس وأمام مستأجر ما يفهمش إلا بالفلوس، يعني لازم يأخذ فلوس حتى تستمروا أنتم في البقاء تحت سقف. تفضلي، المجال مفتوح لك. أنت يعني رسلتيني قبل الحلقة وكنت تناشدي البرنامج أن يطرح الموضوع ونحن نلبي هذا النداء. تفضلي، الهواء مفتوح لك، الناس تتابع، لك مطلق الحرية أن توجهي الرسالة مثل ما تشائين، أن تطلب المساعدة التي تريدين. تفضلي. أنا أطلب المساعدة من الناس اللي قادرة. أنا عارفة أن طبعاً أنا ليبية وعارفة أن الشعب الليبي كله عنده معاناة وأنا مواطنة ليبية وقاعدة في تونس وطالبة مساعدة أخوتي الليبيين وطالب الحكومة بمساعدتي الدرجة الأولى، يعني لأن يعني الليبية زي أنا ومعايا ليبي يتيم يعني ما لهاش حد إلا الله والناس الطيبة، وبعدين الحكومة هي اللي فيها كل شيء، يعني أنا متأكدة أن الحكومة لو تقدروا يعني أنهم يساعدوني، والمفروض أني ما نأذرش ولا نتعب ولا يصير الكلام هذا كله. نعم. ونحن دولة غنية المفروض يعني. نعم. وانتوا اللي ما عندكمش حق اجار اختي سلوى، كيف دارين مع حتى في الوكال وفي الشراب، يعني كيف تاكلوا كيف تشربوا في تونس؟ يعني ما والله اول حاجه ولدي اقسم بالله العظيم ما يكفيش الا في سوائل ويستفرغ على طول ياكلها يرزقها يعني وانا لازمه نفسي ممكن بوجبه علشان نخسر مصاريف. نعم. يعني لعند يعني ولدي يعني يصل بر الامان يعني يخش المصحه وانا خليني على الجانب، بس انا ندي ولدي بس يعني يخش المصحه ويبدا في العلاج، لان ولدي تعبان يعني تعبان بالسنه. نعم. نرجو ان تكون هناك التفاته جاده على الاقل من جانب السفاره الليبيه وتدارك الوقت، لان يبدو ان الوضع لا يستحمل، وادريس
كل ما زاد الوقت كل ما يعني تضرر أكثر والبكتيريا تغلغلت في جسمه أكثر. وضع الطب واضح يعني في الصورة، لا يحتاج إلى أي تعليق. أرجو فعلا أعيد من جديد عرض رقم هاتف السيدة سلوى علي ماضي، والدة إدريس الناجي الشاب اللي في مقتبل العمر. إدريس عمره 20 سنة، 20 سنة شاب في زهرة شبابه، يفترض أن قاعد في صفوف الدراسة أو في نادي رياضي أو في مركز ثقافي يمارس هواياته الطبيعية مثل أي شاب في أي مكان من العالم. ولكن هذه الأوضاع المأساوية التي تمر بها ليبيا أنتجت لنا حالات إنسانية صعبة تدمي القلب ويعني ومؤلمة، مثلها مثل إدريس، مثل حالات كثيرة نحن عرضناها في برنامج أكثر فيه اللي وفقنا الله وتمت مساعدته من خلال البرنامج، وفي للأسف الشديد ما كانتش المساعدة كافية وانتقل إلى رحمة الله تعالى. نرجو أن يكون مصير إدريس مختلف وأن تكون هناك التفاتة جادة. في النهاية يا ناس، إدريس وأم إدريس يعني هضوم ليبيين، ويجب صون العرض الليبي والكرامة الليبية. الجماعة هضوم من يوم الثلاثاء مش حيكون عندهم حوش يباتوا فيه أو يأجروه، حيرموا في الشارع مثل ما تم رميهم قبل أيام معدودة. أنا أرسلت لي السيدة سلوى صور إدريس وهو على كرسي متحرك في الشارع، وهم طوال نهار كامل مش عارفين وين يمشوا، لا عارفين وين يعني يأجروا ولا كيف يأجروا. فنرجو أن تكون هناك التفاتة جادة، أن تتحرك الجهات المسؤولة إن كان هناك مسؤول يتابعنا خصوصا من السفارة الليبية الموجودة في تونس. أرجو الالتفاتة بشكل سريع والاتصال بالسيدة سلوى، أو على الأقل تسريع المعاملات الإدارية وتحويل إدريس في أسرع وقت ممكن إلى عيادة أخرى، لأن عيادة الزيتونة في صفاقس يعني قالت بأن إدريس يحتاج إلى معاملة تخصصية مش متوافرة في العيادة بعد ما كشفت على حالة إدريس. إذا إدريس من حادث سير ضربات السيارة عام 2014 بعد شهر واحد من وفاة والدة، يعني وكان علاجه يحتاج فقط إلى علاج طبيعي، تطور الأمر بسبب يعني عدم العلاج بشكل جيد أو النوم يعني وعدم الحركة إلى تقرحات، دخلت بكتيريا وتطور الأمر، يعني أصبحت البكتيريا هذه تنهش في لحمة وحتى وصلت إلى العظم، وأصبحت الحالة يعني في مشاكل أخرى يعني ما كانتش لا على خاطر ولا في البال مثل كيف ما نقوله. عموما الرقم موجود على الشاشة، وسوف نعمل على عرض هذا الفيديو أو هذه الحالة على صفحة القناة على الفيسبوك لمن يتسنى له المساعدة ومش قاعد يتابع فينا تو، حنحط الفيديو هذا على صفحة القناة على الفيسبوك حتى يصل إلى أكبر عدد من المتابعين، عل وعسى أن يعني تكون الاستجابة سريعة وأن توفر مبالغ مالية بالاتصال على هذا الرقم، وهو الرقم الشخصي للسيدة سلوى علي ماضي. لا بأس عليك يا إدريس، وإن شاء الله تشفى ونشوفوك يعني واقف وتمارس حياتك على أكمل وجه وتعيش حياتك وتفرح أمك سلوى وباتك في قبرها إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لا أعرف ماذا أقول والله، لا الأمر محزن، يعني الواحد إيش يقول أكثر من هيك، حسبي الله ونعم الوكيل، في أمان الله.